دكتور باقي موجود؟ لا ما عنده طريقة قال. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في الجلسة الثالثة لجلساتنا حول الاقتصاد، واليوم الحلقة الثالثة من سلسلة إجراءات الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة الانتقالية، العقبات ومقترحات الحلول. ضيوف الليلة معانا دكتور حسام الدين حسن عباس، معيد الاقتصاد القياسي وخبير استراتيجي وهو بيتكلم من السودان، كذلك الباحثة بدرجة الدكتوراه سبن إمام وهي من هولندا، ونشكر طبعا الدكتورة نعمة الله الفادح الحمر على تجهيز المحاور بتاعت النقاش. لو في أي أسئلة ولا حاجة مهمة الناس ممكن تكتبها في الفيسبوك، وكذلك الراغبين في إنهم ينضموا للجلسة هنا في زوم، مرحبا بهم وحبابهم، لأنه الشأن بهمنا كلنا. كلنا نحن حاليا في مشكلة شكرا. في البلد، والناس بتتلمس وتشوف جزيلا. وين الحلول. فحنبدأ إن شاء الله مع سبنا، وبعد ذاك لاحقا حينضم الحبيب حسام. مرحب بك يا سبنا، إن شاء الله أمورك وعليكم كلها طيبة. السلام ورحمة الله. الحمد لله، والله مرحبا بكم كلكم، الله يحييك. وشكرا مرة ثانية لمبادرة الباحثين السودانيين على المواضيع المهمة، وتحت الفرصة إنه نحن يعني نساهم في إننا نوضح الحاصل وندي الناس جرعات بتاعة التوعية في الحتة الأكثر حساسية في المرحلة الانتقالية، وهي طبعا الجانب الاقتصادي. وإن شاء الله الكلام اللي بنقوله ده يكون مفيد يعني وفروتفول نعم بإذن الله. ان شاء الله. طبعا وائل عمر عابدين، الاستاذ المحامي وائل عمر عابدين، تذكر اشتغلنا كلنا في مبادره نفير 2013 في نفس الاوقات دي بتاعت الفيضانات والسيول، وعنده عباره بعتبرها من اهم العبارات الممكن تعبر عن وضعنا حاليا. قال انه نفير دي جات في وقت حوجه الناس اللي تطوعوا واشتغلوا فيها وساهموا كده، كانت اكبر من حوجه الناس المتضررين والغرقانين والجعانين وغيره. الليله معانا ان احنا حاليا يعني حوجتنا ان احنا ديل كمواطنين سودانيين قاعدين في المهجر وبر السودان، في اننا نساهم بالحلول عبر مبادره الباحثين السودانيين وغيرها من المبادرات، اعتقد انها اكثر بكثير جدا من الضرر بتاع السودان، والمنابر متعدده على اساس انه توجد حلول. فحنبدا معك، اخر مره احنا تكلمنا، اول مره تكلمنا عن اساسيات الاقتصاد والمشاكل بتاعته الى اخره، والمدارس المطروحه في الساحه، وانه الحكومه ماشيه، الحكومه الانتقاليه ماشيه فيها يعني اطار. بعد ذاك مشينا ثاني تكلمنا عن انه والله الاجراءات اللي تمت دي كان حتوصلنا لوين؟ وصلنا لحد ما قبل اعلان الطوارئ الاقتصاديه، قبل ايام اعلنت الطوارئ الاقتصاديه، ما عارفين يعني شنو الكلام ده، حتفيدنا بشنو، ايجابيات شنو، سلبيات شنو. فتفضل يا استاذ سبنا. ايوه طبعا، احنا اخر مره كنا تكلمنا كان اخر سؤال انه الوضع كان ماشي على وين. افتكر الوقت ده كان الدولار في اللحظه دي ما كان هيت ال 100 دولار، فكنا احنا او ما كان يعني ما كان مقارب لل 200 دولار سوري. فنحن بعد كده قلنا انه بنتوقع مزيدا من الانهيار، يعني كنا متوقعين انه الكولابس الاقتصادي ده كان ماشي في اتجاه معين. وفعلا يعني احنا بنتكلم تقريبا الدولار اقل شيء بيكون 250، لأنه للأسباب اللي لو أغلب الناس ممكن يرجعوا المحاضرة اللي فاتت ويحاولوا يشوفوا الأشياء اللي إحنا كنا قلنا إنها الأسباب والنصائح الريميديز اللي كنا يعني اقترحناها. الإجراءات الاقتصادية الأخيرة بتجي في نفس الإطار ده، إنه طبعاً أنت لما تصل مرحلة بتاعت كولابس بتبقى الإجراءات الاقتصادية بتاعتك النقدية هي الأزرع بتاعت الكنترول على الاقتصاد المالية والنقدية، بتكون طبعا ضعيفة لدرجة انه اصبحت يعني عاجزة لمرحلة العجز. فانت بتلجأ طبعا لاساليب اخرى، يعني التباري طبعا، الدخول في مباراة مع السوق الموازي، هي ما في السودان لوحده، في كل الدول اللي عاشت نفس التجربة، خلينا نقول مصر دي اقرب واحدة، هي حاجة ما بينصحوا بها الاقتصاديين عادة. يعني انه انت ما تحاول كحكومه تدخل مثلا كل مره تغير في السعر الرسمي بتاعك في محاوله لمجارات السوق الموازي، لانه الازمه الحقيقيه انه اكبر منك، دي اساس الازمه، انه ما يوجد من احتياطيات من النقد الاجنبي في داخل بنك السودان هو اقل من الموجود في السوق الموازي.
التداول بتاع الدولار نفسه في السوق الموازي هو أسرع من تداوله في عبر الجهاز المصرفي السوداني. إذا ده هو الوضع معناه هو عنده كنترول أكبر، عنده قوة أكبر. فبعيدا يعني ده بعيدا حتى لانه الناس بيقول لك السبب هو مضاربات وغيره، لكن هي الكي فاكتور انه الجهاز الاقتصادي بتاعك المنوط به والتحكم في قيمه العمله هو جهاز اضعف من السوق الموازي. اذا كان ده الحال انت ما حتقدر عبر الطرق الاقتصاديه انك انت تعالج المشكله، وبيكون من الطبيعي جدا ان نصل للي وصلنا له ده. لكن هل الاجراءات اللي احنا اتخذناها الامنيه دي هل هي مجديه؟ اولا كلكم عارفين انه this is not the first time، يعني دي ما اول مره الناس تلجا للإجراءات دي، إحنا شهدناها أو هي واحدة من الحاجات اللي مارسها النظام البائد قبل كده في أو في بواكير يعني حكمه أو في أكثر الأوقات يعني زي ما بيقولوا همجية من عمر النظام. كان عمل الحاجة دي لما جاء أول أيام باعتبار إنه لازم، ووصل مرحلة القتل يعني وصل إنه يقتل الناس، وهم نفسهم كحكام آنذاك اكتشفوا إنه دي ما كانت مجدية، يعني هم ذاتهم وصلوا للنتيجة دي إنها ما كانت مجدية وما عادت عليهم يعني بفوائد. فإحنا بنتوقع إنه بعد 30 سنة إحنا نصل لنفس المربع، لكن كوننا وصلنا لنفس النتيجة بعد 30 سنة أو بعد 32 سنة ده بيستدعي إن إحنا نتوقف ونسأل نفسنا طيب معناها إنه الاقتصاد السوداني ده ما حصل فيه تغيير حقيقي؟ لأنه لو كان حصل تغيير حقيقي أنت ما كنت حتكون بتمارس نفس الممارسات على الرغم من اختلاف الواقع التاريخي والزمني والسياسي. لكن ليه؟ لأنه نرجع للنقطة الأساسية اللي احنا قلناها، إنه الاقتصاد السوداني أصلاً طول عمره كان اقتصاد أو عبر تاريخه الحديث على الأقل منذ الاستقلال هو اقتصاد السلعة الواحدة، واقتصاد السلعة الواحدة ده vulnerable بيقولوا عليه في الاقتصاد vulnerable economy، يعني اقتصاد حساس، اقتصاد عرضة دائماً للقاع الواحدة دي والمتعلقة بأسعار السلع الواحدة. فالحساسية بتاعت الاقتصاد بتاعتك دي هي اللي بتخليك إنك أنت يعني تتدهور بالشكل المريع ده. السودان اعتمد على القطن، بعدين اعتمد على طبعا الذهب، يعني احنا لما حصل الشيفت من البترول انتقلنا مباشرة لسلعة الذهب برضو السلعة الواحدة، فبالتالي في فولنرابيلتي عالية. إذا الطلب على الذهب وأسعار الذهب عالية والدولة عندها كنترول على الذهب بيكون الأوضاع الاقتصادية جيدة، بيكون عندك احتياطي في البنك المركزي، بتكون السعر بتاع العملة بتاعك ستيبل. في أي لحظة حصل شوك في جانب الطلب، انخفض الطلب على السلعة بتاعتك أو انخفضت أسعار العالمية لأي أسباب، أنت بتكون فولنيرابل. والحكاية دي ما في الاقتصاد السوداني لوحده، في أي اقتصاد بيعتمد على سلعة واحدة أو سلته من الصادرات غير متنوعة. يعني حتى لو عندك سلة بتاعت صادرات لكن هذه السلة التنوع فيها ما كبير، كل ما قل حجم التنوع في سلة الصادرات كل ما زادت الفولنيرابيليتي بتاعت الاقتصاد للاكسترنال شوكس، فهي صفة ما حميدة. بعدين لك الحاجة الثانية اللي بتعملها لك انه بيكون عندك يعني unpredictable kind of budgeting، وده بيأثر باي ديفولت على التنمية. يعني في ناس كتار مثلا بيسألوا بيقولوا لي نحن مثلا كان عندنا القطن وكنا رائدين فيه وكان مطلوب آنذاك وما قدرنا نعمل تنمية في السودان، ثم جاء النفط بكل إمكانياته وبرضه ما قدرنا نعمل تنمية في السودان، وهسه الذهب نفسه أنا ما أتوقع إنه ينعكس في شكل التنمية. بكلمة تنمية بقصد الانكلوسيف جروث، يعني إنه النمو الذي يشعر به المواطن بينتهي في رفاه المواطن، ده ما قاعد يحصل في السودان، بيحصل نمو كرقم. يعني بتلقى يعني الاقتصاد مثلا نما 5% 10% 6% كده، لكن في المتوسط وبيكون ستيدي ستيت، يعني بيكون نمو مضطرد من عام لاخر. لكن انفورشنيتلي انت كمواطن ما بتحس بيه في النهايه، يعني ليه؟ لانه انعكاساته التنمويه ضعيفه، وانعكاساته التنمويه ضعيفه ليه؟ لانه في جزء منها غير لو خلينا الفساد وخلينا الاشياء دي كلها بعيدا، يعني جزء منها عدم القدره على التنبؤ بالبادجت، لانه البادجت لما تكون بتعتمد على ايراد السلعه الواحده which is the case في ال 60 سنه اللي فاتت دي، يعني لما انفصل الجنوب كانت الميزانيه بتاعت حكومه السودان افتكر بنسبه 92% بتعتمد طبعا على الايرادات النفطيه، والان right now برضو المساهم الاكبر في الميزانيه بتاعت الحكومه السودانيه هو ايضا الذهب او عائدات الذهب. فبالتالي انت هنا لما تكون العائدات حقت البادجت بتاعتك نفسها معتمده على مصدر غير ثابت او فيه تقلبات كبيره، ده بيأثر مباشره على التنميه، لانه انت ما بتقدر تبريدكت انه انت السنه الجايه حتصرف كم، وبعدين بتعمل لك مشاريع تنمويه طويله الامد بتستدعي الاستابيليتي
في البادجت بتاعتك. انفورشنتلي الاستابيليتي بتكون موجوده، لانه انا لما يكون الاسعار كويسه بتكون القروش كويسه، لما يكون الطلب على سلعتي الواحده دي كويس القروش بتكون، وهكذا. فاصلا نحن طول ما اقتصاد، انا غايه تشخيصي يعني، طول ما نحن اقتصاد سلته تعتمد على سلعه واحده او مجموعه بسيطه المتنوعه في الصادر بتاعك، انت بتستمر في الحلقه المفرغه بتاعه تدهور العمله وفارق الصادر من الوارد. لانه البرهان الاكبر على الحاجه دي هو انه حتى خلال فتره انتاج النفط كان دائما ميزان المدفوعات بتاع السودان في اغلب الفترات بالماينس تقريبا، الا الفتره بتاعت نيفاشه اعتقد كانت انعكاس لتوقف الحرب، كان عندنا سيربلس في افتكر سنه 2000 2004 و2008 2008 مفهومه، لانه كان في ارتفاع مفاجئ في اسعار النفط ما كان متوقع، يعني تجاوز ال $100. لكن في الفتره من 2005 ل 2008 كان في اضاءات، يعني كان في زياده حاجه غير مسبوقه في ميزان المدفوعات، انه فيه سيربلس يعني حتى على فترات متقطعه. لكن انا غايته كنت بعزيه ممكن لاتفاقيه نيفاشه وتوقف نزيف الحرب كان لفتره بسيطه، يعني انعكست على ميزان المدفوعات. لكن لما تعاين المهم من 1960 لحد الآن إن جنرال في المتوسط كان دائما بيكون في عجز، حتى في السنوات اللي كان فيها البترول في أوج تألقه وكذا منعكس. ليه؟ للأسباب اللي إحنا ذكرناها دي، التقلبات نفسها، لأنه اعتمادك على سلعة واحدة بيزيد من حساسية اقتصادك. فدي مشكلة لازم تتحل، المسألة بتاعت التنوع الاقتصادي، إذا إحنا دايرين نصل لمسألة بتاعت long run stability of our currency، يعني عشان نصل لاستقرار للجنيه السوداني على المدى الطويل. دي جذر الأزمة هنا أو المشكلة الحقيقية. أي حاجة تانية هي تمظهر لها، المضاربة، المطالبة الشديدة من مثلا الطلبة الشديدة على الدولار، قوة السوق الموازي، طبعا العقوبات الأمريكية، وإنه النظام المصرفي طبعا ما قادر يعني إنه يبقى هو المصدر الوحيد للتعاملات الدولارية. دي كلها طبعا أسباب حقيقية، لكن أنا أعتبرها مظاهر للأزمة الحقيقية. ما لم يحصل التغيير الحقيقي في هيكل الاقتصاد السوداني بأنه يحصل فيه حاجة احنا بنسميها distribution of risk، يعني الريسك معناه شو؟ معناه انك تنظر لسلة الصادرات بتاعتك دي كأنما انها هي محفظة مالية. المحفظة المالية دي انت بتوزع فيها الريسك، بمعنى شنو؟ diversified risk. يعني diversified the risk معناه انك انت ما تخدش الثروة بتاعتك كلها في سلة واحدة، تكون عندك محفظة من الصادرات بحيث إنه لو حصل دروب في الطلب على أو سعر أي سلعة أنت you can cover الريسك ده على الأقل partially أو جزئيا من الزيادة الممكن تكون حصلت في سعر سلعة أخرى. ليه؟ لأنه لا يمكن في لحظة واحدة بنظرية الاحتمالات يعني mathematically إنه في لحظة واحدة أسعار خمسة سلع تنخفض أو الطلب على خمسة سلع يحصل له دروب داون في نفس الوقت وفي نفس التوقيت. فالفكره بتاعت الدايفرسيفيكيشن اللي هي دول انصار الثيوري بورتفوليو ثيوري بيسموها او نظريه المحفظه، بيقولوا انه دايفرسيفاي ذا ريسك، بمعنى انك انت تضع، وهي يعني عندها ابلكيشنز في مواضيع كثيره في الاقتصاد، لكن من اهمها المساله بتاعت الصادر دي، انك انت تنوع السله بتاعت الصادرات بحيث انه لو حصل دروب في منتج انت بتعمل له تريدنج مع العالم، سواء كان الطلب عليه انخفض او سعر او اسعاره انخفضت، البادجت بتاعتك تظل ستيبل، يعني تكون عندك مصادر اخرى لتغطيه العجز ده ولو جزئيا. فدي الاشكاليه الاساسيه في المساله حقت الدولار، ودي حاجه ما بتتعالج، يعني ما بتتعالج طبعا، ما بتتعالج بين يوم وليله. دي مساله عاوزه رؤيه اقتصاديه واضحه، يعني عاوزه انه يكون في برنامج اقتصادي واضح الناس تتعامل معاه. في حلول الناس بيقولوها مثلا، يعني تعويم سعر العمله، مسائل بتاعت التخلص من اسعار الصرف المتعدده، وهي جربت. انا ما ممكن اقول انه اتس نوت، يعني انت ما بتقدر تمنع البنك المركزي من انه او وزاره الماليه يمارسوا اي سياسه هم بيفتكروا حسب النظريه الاقتصاديه انها ممكن تعالج الازمه. لكن ما اعتقدوا انه اي واحده من السياسات دي، ما لم يكون عندك احتياطي في البنك المركزي، ما لم تكون انت كحكومه بتمتلك دولار اكثر من الدولار البرا، أنا ما أفتكر إنها هي حتكون مجدية. وحتى لو عالجت الأزمة هتعالجها في فترة وجيزة، لكن سرعان ما سيعود التدهور مرة أخرى، طالما أنت منصرفاتك أول حاجة حقت البادجت أكثر من إيراداتك، وطالما ميزان المدفوعات غير متزن. ميزان المدفوعات حاجة نحن نقدر نعمل فيها حاجة في الشورت ران، في الوقت الراهن.
حتى لو خفضنا مثلا الايرادات بتاعت السودان او الواردات في عشان تعمل البالانس، حتلقى انه ما بتقدر تشتغل في الواردات كثير. يعني ما في مساحه لانك انت تخفض الواردات، لانه اغلب وارداتك هي السلع التحويليه، لانه احنا ما عندنا طبعا قطاع صناعي. فبالتالي اي زراعه، حتى زي الزراعه بتاعتنا التقليديه، الصناعه بتاعتنا الفيري زي ما بيقولوا نيسنت اندستري، يعني احنا ما عندنا صناعات طبعا ثقيله، ما بنصنع عربات ولا قطع غيار طائرات ولا عندنا صناعات زي دي. لكن حتى صناعاتنا مثلا الغذائيه، الصناعات البسيطه، البسكويت، حتى الصناعات دي بكل بساطه دي نحن المدخلات حقه الانتاج بتاعتها والماكينات بنستوردها، ودي حاجه نحن ما نقدر نوقفها. الزراعه بتاعتنا اللي هي 70% منها تقليديه، التقاوي والأسمدة وكل الحياة اللي بنستخدمها نحن برضو محتاجين فيها لمدخلات إنتاج من برا ما بتصنع في السودان. متبقي شنو زي ما أنا ذكرت ال 20% اللي هي عبارة عن فود، يعني إيرادات عبارة عن شنو، واردات بتجينا في شكل أغذية، يعني فواكه بتجي من مصر، الحياة اللي بتشوفوها في السوبر ماركتات دي بتبقى فيري لها ماينر. السلع السلع الغذائية، السلع الغذائية اللي هي 20%، فهي احنا 20% آلات ومعدات، 20% سلع ومواد غذائية، و20% مدخلات إنتاج. قول طيب احنا مثلا ممكن نوقف ال 20% دي، لكن it's not going to create that big يعني change. احنا عندنا تأثير طبعا عجز كبير. في المدفوعات زي طيب 8 مليار. السؤال الأساسي الأساسي في أذهاننا جميعا اللي هو الطوارئ الاقتصادية دي. في طوارئ اقتصادية اتفرضت، ايوه صحيح. يعني هي شنو يعني؟ يعني أسي، وهل مفيدة ولا ما مفيدة؟ عشان برضو ما يكون انا ما بأيدها، انا ما بفتكر انها هي مفيده، لانه اصله الاصل في الاقتصاد ده الحريه. اصله هو بالذات اوكي، اذا الناس هم متبعين نظام الاقتصاد الموجه اللي بتسيطر فيه الدوله على كل شيء، ممكن انا اكون تو سام اكستنت اقبل الحاجه دي باعتبار انه الدوله عندها وجود قوي في الاقتصاد. لكن ما حدث في الاقتصاد السوداني في تسعينيات القرن المنصرم انه نحن دخلنا في اقتصاد نيو ليبرالي وخصخصه وحريات، نتج عنها انه الدوله ذاتها طلعت من كل مفاصل الاقتصاد واصبحت مراقب بهمتها الاساسيه انها هي تضمن الاجواء التنافسيه. يعني طلعت من انها هي تكون عندها وجود مباشر في القطاعات الاقتصاديه. فليه وات از ذا فيلوسفي بيهايند ذات، يعني في فلسفه اقتصاديه وراء الكلام ده. أصل هي النظرية الرأسمالية دي بتقوم على الانديفيدواليزم، على الحرية وتقديس الحرية الشخصية. لأنه في ناس كتار هسه طبعا بيتكلموا عن الديمقراطية وما بيكونوا عارفين إنه الديمقراطية دي جات لاحقة للرأسمالية. يعني وجد النظام الإقطاعي، يعني ورثوا النظام الرأسمالي، ولما جاء النظام الرأسمالي أصبح شكل الدولة والحكم الملكي لما كان الملك موجود، وحكاية إنه الناس يكونوا شغالين في الإقطاعيات ويد الريع بتاعهم والجهد بتاعهم بدون يعني بدون عائد للسيد مقابل انه بس يديهم الفتات اللي بيعيشهم، جات منه طبعا جات تنظيرات ماركس وانجليز. الناس بيفتكروا انه ماركس ده، الناس هسه للان بيعتقدوا انه كارل ماركس ده هو حاجه مختلفه من الراسماليه. هو كارل ماركس اصلا منظر راسمالي في الاساس، لانه هو من تحدث عن الاجور، يعني قصه ساعات العمل والاجور والأشياء دي كلها ما كانت لتكون لولا النظرية الماركسية، لأنه هو نظر في الحتة دي في إنه صاحب العمل ده بياخد منك 8 ساعات، بيشغلك 8 ساعات، بيديك حق ساعتين، والست ساعات الثانية بتدخل جيبه. دي البوينت، دي الكي بوينت حقته اللي انطلقت منها النظرية الماركسية والتنظير فيها. فهو كان بيشوف إنه ده أنفير، إنه أنت مفترض لو اشتغلت 8 ساعات مفروض تحصل مثلا على 8 ساعات، او انه يعني هو بيسمي طبعا الفرق بين الثمانيه والساعتين اللي بيديك له بيسميه الربح، انه الربح بتاعه بيجي من الحته دي. الست ساعات دي هو ربحها من جهدك من غير ما انت شنو يعني تستفيد منها اي حاجه. لكن اصلا هو ده بس معلش عشان نربط الكلام ده بالواقع السوداني بتاع ده، مش هذا القصيده بتاعت حميد قالوا المصنع حق الدوله والعمال اصحاب الحق؟ ايوه بالظبط كده بالظبط نعم. ايوه ما هي طيب كده يعني. السعر بتاع الدولار الليله في بتقديرات يقول لك التحويل ما عارف تسليم دبي ما عارف 250 جنيه، ايوه هل سعر الدولار ده حقيقي؟ وبعدين هو نزل لما يتفرض الطوارئ الاقتصاديه دي، قال والله نزل لحد ما عارف 120 130 160، هل النزول بتاعه ده فعلا يعني من الاوت كام بتاع فرض الطوارئ الاقتصاديه؟ هل سعر الدولار اصلا حقيقي حاليا في السودان؟ يعني لو كان 100 ولا كان 250 شنو سعر الدولار ده بالضبط؟ شنو الحاصل فيه؟
سعر الدولار ده انا بفتكر انه القصه بتاعته يعني حسب تحليلي انا الشخصي يعني انه قصته بدات من 2018. التريجر الاساسي كان للازمه بتاعت الدولار دي كان لما الحكومه السابقه قامت فرضت ابتدت تعمل اجراءات اقتصاديه قاسيه وتقول ما في كاش وما حنعمل كاش، حصل سحب طبعا. لما الناس اللي كانت بتمتلك اموال ضخمه جدا جدا شعرت بانه في انهيار اقتصادي ايكونوميك كولابس، حصلت حاله بتاعت هلع، خصوصا انه الحكومه جات وقالت انا تاني حاقوم ما اسمح باكثر من انك انت تسحب مليون في اليوم. لو تتذكر في الايام دي ايام الصفوف وايام الناس بتمشي لمواهيها بتجيب في الساعات، الحاله بتاعت الهلع دي خلت الناس اللي بيمتلكوا رؤوس اموال ضخمه في البنوك يسحبوا كميه كبيره من القروش بتاعتهم السودانيه ثم يشتروا بها دولار. القصه بدت من هناك. بعد شويه ابتدت عمليه المضاربه في الدولار نفسه، لانه اصبح حتى الموظف العادي اللي بياخذ مرتبه الشهري 5 مليون عاوز يشتري دولار عشان يخزنه في شكل دولار. العمليه اللي حصلت دي بفتكر انا بعد سقوط النظام واي شيء ما رجعت القروش دي تاني للبنوك. دي البوينت الاساسيه، فاصبح في كميه من العمله الدولاريه والمحليه كبيره وضخمه موجوده خارج النظام المصرفي. اصبحت هذه العمله تستخدم في مضاربات الدولار والذهب. ده اللي بقى حاصل، الكلام ده كله قاعد يتم بر البنوك، لو كان بيحصل جوه البنوك يمكن كان السعر ما يكون بالشكل ده. فانت بتقدر تقول انه حقيقي ولا ما حقيقي، لكن هو فعلا نتيجه لانه الكتله النقديه خارج النظام المصرفي وحجم التداول خارج النظام المصرفي اللي حصلت بسبب السياسه اللي اتبعها النظام السابق كانت هي السبب الاساسي، بالاضافه لانه طبعا بعد كده بقى الدولار طبعا ذاته السلعه، فأصبح برضو في عمليات طبعا التزوير والطباعه الخارج النظام المصرفي، فاصبح في نظام مصرفي موازي. الحاجه اللي حصلت دي من 2018 حتى سقوط النظام في ديسمبر يعني 2019 ولا ابريل 2000 ايوه في ابريل 2019، الحاجه دي هي اللي خلت ما حصل لها ريتريف، يعني ما رجعت القروش وما رجعت الثقه للنظام المصرفي من جديد، فاصبح طيب. التداول ده يحدث خارج الاطار النظام هنا المصرفي. ده الكلام ده بسبب لحته كان الفتره اللي فاتت دي تكون فيها راي عام قوي جدا اللي هي المساله بتاعت تغيير العمله، ضروره تغيير العمله. ايوه صحيح. تغيير العمله ده يعني ده مش مساله ملحه يعني، حصل فيها تضارب بتاع اعلانات يعني، انه والله طلع في صحيفه الجريده كلام على انه وحتى عاملين تغيير العمله وافقت ما اعرف شنو بين قوسين قحط على اساس انه والله يا اخي ايوه الكلام ده قحط قدمته لعبد الله حمدوك وعبد الله حمدوك وافق عليه، بعد شويه جه ثاني المكتب الصحفي بتاع رئيس الوزراء قال لا ما في كلام زي ده، وقبلها كان في يعني ستيتمنت من دكتوره هبه انه برضه ما يعني الكلام ده عباره عن تجميل تزويق للوش بس، يعني ما حاجه حقيقيه. والله احنا انا يعني نادينا كثير وزي كثير من زملاء الاقتصاديين بانه ضروره تغيير العمله، لكن انا وجهه نظري في تغيير العمله مش فقط تغيير العمله من اجل تغيير العمله او تغيير العمله من اجل التزوير، لكن كانت الفكره هي اعاده الثقه في النظام المصرفي. يعني المانيا بعد الحرب العالميه الثانيه يعني طبعا طلعت مهزومه، ولما طلعت مهزومه كان عليها عقوبات دوليه، حاله شبيهه بالسودان يعني، كان عليها عقوبات دوليه والاقتصاد كان منهار بشكل كبير. أول حاجة هم عملوها في عملية التصحيح الاقتصادي هي تغيير العملة، لكن كان مصاحبها شنو؟ دعاية بعهد جديد. يعني الاقتصاد كان مدمر، ألمانيا كانت مدمرة وعليها ديون طبعا لازم تدفعها نتيجة للتهور اللي كان بيعمله نظام هتلر قبل كده، ولازم يعني زي حكاية مثلا هس الديون والعقوبات الأمريكية يقول لك أنت لازم تدفع 300 دولار لجرائم النظام السابق. نفس الفيلم ده كان موجود في ألمانيا كم 30 مليون دولار بالضبط كده، وتدفع 70 مليار قبل كده لديل وهكذا. فالطلبات دي الوضع ده شبيه بوضع السودان الآن، مع الرغم إحنا ما كنا طالعين من حرب لكن حاجة شبيهة، يعني حاجة في النهاية أحدثت كولابس كبير في الاقتصاد السوداني. طيب أنا أمره كيف؟ إحنا كنا متوقعين أو كنا بننصح بإنه من داي ون أول خطوة تتعمل إنك أنت تغير العملة، تغير العملة عشان تعيد الثقة في النظام المصرفي، تغير العملة مع حملة دعائية. الحملة الدعائية دي هي تبشير برؤية اقتصادية جديدة، يعني تكون في رؤية اقتصادية written مكتوبة to be distributed to be promoted، يعني يحصل لها دعاية مكثفة، رؤية واقعية، مش يعني أنت بتبيع كلام للناس. أنت عندك 3 سنوات، إحنا كنا بنتمنى أنه لو اتفقنا على 4 بلس
للانتقاليه، لكن كنا بنفتكر انه اوكي خلاص 3 سنوات مش مشكله، ممكن الناس يعملوا خطه في 3 سنوات اصلاحيه للاقتصاد. فكان مفترض منذ الخطوه الاولى تكون في خطه ورؤيه ودي صاحبه عمله جديده، عمله تبشر بعهد اقتصادي جديد برؤيه مختلفه تماما للاقتصاد. الحاجه دي ما حصلت، بالاضافه لانه طبعا العمله للاسباب الثانيه الثانويه، انا بعتبرها اسباب ثانويه، اللي هي انه العمله كنت انت طبعا حترجع القروش اللي برا النظام المصرفي، وفي نفس الوقت حتوقف القصه حقت يعني الدمج بتاعه التزوير والاشياء دي وغسيل الاموال والكلام ده كله، يعني هي عندها فوائد. الحاجه اللي حصلت انه الناس ما مشت في الاتجاه ده، او اعتبروا انه عمليه تغيير العمله مكلفه، عمليه غير مهم، نظروا لها كحسابات ربح وخساره، مع انه الامباكت النفسي في جزء كبير من علم الاقتصاد ده بيعتمد على السايكولوجيكال بارت بالمناسبه، والان البيهيفيرال ايكونومي ده كله قائم على السايكولوجي، يعني بيستخدموا نظريات السايكولوجي في تفهم سلوكيات الفاعل الاقتصادي. انا افتكر لو كانت العمله دي تغيرت مع دعايه وتبشير بعهد اقتصادي جديد بعمليه اصلاحيه برؤيه طويله المدى في المدى المتوسط منها والقصير، عندنا البرنامج الإسعافي ده في السنة الأولى، وعندنا في 3 سنوات حنعمل كده بمايلستون، وفي أول 6 شهور حنغير العملة لسبب الكذا الكذا، أو حنغيرها بشكل تدريجي، أفتكر كانت الثقة حترجع للنظام المصرفي وكان حيكون في إمباكت كبير. أنا ما بعلم الآن إذا كان نفس، يعني أنا طيب كان كان نوت جارانتي. هنا مهم، التكلفة بتاعت تغيير العملة تقريبا قاعد تكلف 80 مليون دولار، لو ما انا لو ما بذكر ايوه صحيح. تقريبا. طيب 80 مليون دولار دي التكلفه بتاعتها لو قلنا نغيرها، طيب هنخسر شنو لو ما غيرنا؟ يعني احنا قاعدين نخسر شنو اساس وي سبيك؟ يعني احنا شفنا كميه بتاعت فيديوهات بنخسر انه زي ما قلت لك الناس قاعدين يطبعوا في العمله، ايوه حتى الطباعه خارج النظام المصرفي حتستمر، اللي هو من الحكومه غرب بالمناسبه السودان. بتطبع نعم، من غرب والناس السودان، بتطبع. من شرق السودان، ومن مصر، من شمال السودان، ايوه ثلاثه صحيح حتات قاعدين صحيح يوردوا، والقروش كلها اللي صحيح قاعدين نشوفها هسه كان في حمله بتاع التبرعات، شفنا القروش كلها جديده تجرح. صح صحيح صحيح. فشيل التكلفه، الحاجة اللي بنخسرها طبعا انه في التضخم، طبعا اكبر كارثة، لانه الحكومة بتطبع، ما زالت الحكومة هي نفسها بتطبع، والمصادر اللي انت قلتها دي بتطبع، فانت ممكن تتخيل، لانه التضخم الجامح اللي بيعيشه السودانيين الان هو ما سببه الندرة ولا سببه يعني مثلا العجز في ميزان المدفوعات، ولا سببه فقط العجز في الميزانية بتاعت الحكومة، لا أبدا، هو التضخم الجامح ده دائما المحرك الأساسي لو طباعة العملة دول بيدخلنا في مرحلة الجموح، حكاية إنك تنوم تصحى الصباح تلقى سعر الجديد، دي السبب الجوهري فيها عملية الطباعة في السودان، حاصل دوبليكيشن لعملية الطباعة، لأن الحكومة بتطبع والمطابع اللي انت ذكرتها دي بتطبع، فده بيخلي انه مهما كان الثمن بتاع تغيير العمله is very important انه انت ترجع كحكومه وكبنك مركزي تعمل كنترول على القصه بتاعت العمله بتاعتك، you cannot ignore it، حتى لو انت ما متاكد مثلا من انه الفائده بتاعتها حتكون 100%، حتى لو انت حتستفيد او حتوقف العبث ده بنسبه 30%، it's okay، لانه انت اذا ما عملت كده التضخم الجامح ده ما هيجيف، هيجي يوم الناس تشتروا الرغيفه دي ب 50 ب 100 ب 200 ب 300، so you need to stop that، حتى ولو مهما كانت التكلفة. يعني احنا بنفترض انه في البداية كان ممكن تكون اكثر فاعلية، وانه ممكن الان الوقت يكون متأخر على المسألة دي، لكن still هي valid، انا still بأيد انه there is a need to do that. وبعد كده طبعا برضو في التزوير، بعدين الحاجة الاهم من ديل الاثنين انه انت حترجع القروش للنظام المصرفي، حتدي النظام المصرفي قوة من جديد عشان يدخل ويساهم في العملية الاقتصادية، لأنه الآن أصبح هو الحلقة الأضعف، الآن البنك المركزي والمنظومة المصيرفية كلها في السودان هي الحلقة الأضعف في قصة القروش دي، العملة السودانية، فأنت you need to re-strength، يعني أنك أنت تعيد تقوية نظامك المصرفي بأنك أنت تضخ فيه القروش دي من جديد، لكن طبعاً لازم الحكاية دي تصاحبها زي ما أنا قلت لك إصلاحات ورؤية واضحة، لأنه في النهاية المسألة بتاعت الثقة في الاقتصاد مسألة سايكولوجيكال، يعني فيها جانب كبير نفسي، انت لازم تعيد ثقة المواطن السوداني في النظام المصرفي بتاعك. انا افتكر ان دي الحاجات الاساسية، لكن بالنسبة للاجراءات الطوارئ الاقتصادية دي، وانها نزلت الدولار او ما نزلته، هو طبعا انت لما تعمل اجراءات تعسفية الناس حيكشوا ويخف ويخف التداول نفسه، يعني العملية التداولية دي بتنقص. انا ما طبعا انا بفتكر انه لازم يكون في سبب الزيادة الأخيرة اللي حصلت دي
الجنونيه اللي حصلت دي ديفنتلي عندها سبب، ديفنتلي في زول دخل اشترى دولار طبعا بكميات كبيره، لانه يعني ده التفسير المنطقي الوحيد، انه في زياده كانت رهيبه على في الطلب على الدولار. نحن ما بنعرفها هي شنو، لكن هو من التشخيص يعني بنقدر نقول انه حصلت زياده غير مسبوقه في الطلب على الدولار تريجر باي سامثينج، يعني ممكن ناس دارين يشتروا ذهب لانه اسعار الذهب في الوقت ده كانت بس السرابي مرتفعه. اللي هو تجميع قروش لدفع في الغرامة اي في مضبوطة. روايات زي دي، لكن نعم اللي احنا اتكلمنا عنه ده هو جذور مشكله الدولار في السودان. طيب لكن انا بفتكر انه من المعالجات المهمه جدا 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 الصرف الحكومي. الصرف الحكومي طالما انت كدوله ايراداتك اضعف بكثير من يعني من يعني من مصادرك بتاعت التمويل، من مصاريفاتك، انت حتكون في ازمه. الطباعه بتاعت الحكومه السودانيه دي لازم to be controlled، وعشان to be controlled انت لازم تتقشف الى ادنى مدى ممكن في الصرف الجاري غير الضروري. انا لم ارى تقشف، يعني انا ما شفت تقشف بالحد اللي انا بتوقعه في ميزانيه دوله بالانهيار الاقتصادي الموجود في السودان. يعني دي اول خطوه مفروض انها هي تحصل. الانهيار اللي حصل في السودان ده ما الأسوأ من نوعه، يعني اليونان القريبه دي مرت بتجربه أسوأ من السودان بكثير. يعني احنا ما we are not يت ما في في قاع ما حدث في الدنيا دي في الاقتصادات. ممكن استيل في معارجات ممكن تحصل. I still think انه تغيير العمله is a necessity. I think انه الاجراءات الاقتصاديه التعسفيه اللي عملوها دي في وجهه نظري غير مجديه، حتعمل تغيير طفيف وسيعود الدولار بقوه اكبر بعدها بالمناسبه، لانه حيدخلونا في مرحله الندره. يعني هي الان انت شايف انخفاض طفيف، لكن الانخفاض ده هو في بالنسبه لمنحنى الطلب على الدولار هو حيعود بقوه، لانه الطلب عليه حيزيد بشكل اشرس. ده جانب. الحاجه الثانيه، الحكومه في يدها حاجه مهمه، هي التقشف ثم التقشف ثم التقشف. كنت اتوقع انه ميزانيه الحكومه تكون الاكثر تقشفا بتاعت 2020 في تاريخ السودان كله، وخاصه في الصرف السيادي والجاري. يعني لازم، يعني بقصد شنو؟ بقصد انه حكومتنا دي لازم تشتغل تعمل efficiently، يعني بأقل تكاليف ممكنة. تمام. ونحن شفنا والله في سيمينارات سابقة هنا من الباحثين السودانيين، بروفيسور علام وبروفيسور الصادق، كل الناس بتذكر الديجيتال ايكونومي، ولحد هسه نحن ما سمعنا الكلام ده طق شظاننا نهائيا فيما يخص كل الإجراءات والحاجات الحاصلة إلا غيته يعني شزارات كده. طيب رفع، قلنا إنه واحد من الاحتمالات إنه في طلب عالي جدا على الدولار حاليا، إنه الحكومة اشترت دولار عشان تدفع للأمريكان ويقوم يرفعوا اسمنا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. دي حاجة صراحة أنا شخصيا مبسوط جدا جدا إنه حتى إن شاء الله يرفع السودان من القائمة دي، لكن شنو تأثيراته الاقتصادية؟ وهل أثره يعني لو حصل أثر يعني اقتصادي بوزيتيف ممكن يصير في الأجل القصير؟ يعني الحكومة كان سيرفايف لحد ما يعني تحصل الأجل القصير ده، هل هو حل؟ أنا قبل سنة من الثورة كنت في ندوة والناس كانوا بيسألوا عن الأثر بتاع العقوبات الاقتصادية، إنها لو رفعت وما رفعت وهل أثرت ولا ما أثرت. الناس الوقت ذاك ما كانوا واعيين العقوبات أصلا الاقتصادية كانت اترفعت من 2017، لأنه الندوة دي كانت 2018 في فبراير. فالمهم أشاهد في الأمر إنه I think إنه the same thing is re-applicable. يعني السؤال الأساسي في القصة بتاعت القائمة بتاعت الإرهاب دي بيعتمد على إنه وجودك أنت في الجلوبال فاليو تشين، في السوق العالمي، صادر ووارد. هل أنت شخص مهم؟ هل أنت دولة مهمة؟ طيب أنت بتكون دولة مهمة كيف؟ أنت بتكون دولة مهمة إذا الفوليوم بتاع الصادرات بتاعك ضخم. أنت بتكون دولة مهمة إذا أنت بتصدر سلعة استراتيجية بالنسبة للعالم. أنت بتكون دولة مهمة إذا بتصدر سلع نوعية، يعني very sophisticated. طيب إحنا فوليوم وايز زي ما ذكرنا بنصدر سلع برايمري، وهي ذات سلة صغيرونة كده. يعني شنو هو الحياة اللي بنصدرها؟ صمغ عربي، قطن، حبة بترول، طبعا ذهب. دي الحياة اللي احنا بس، يعني انا يعني ما افتكر انه احنا بنتجاوز العشرة او قول بالكثير 15 سلعة كده احنا بنصدرها. السلة محدودة جدا. برايمري جودز، قلنا انه البرايمري جودز او السلعة الاولية دائما اسعارها في النازل، وما في سلعة استراتيجية. يعني ما في سلعة، حتى لما كنا بننتج بالمناسبة النفط ما كنا في الأوبك، يعني ما كنا دولة بتتحكم في أسعار النفط. والناس هسه بتتكلم عن الصمغ العربي، أنا حابة برضو أقول إنه في حاجة السودانيين ما عارفينها عن الصمغ العربي، إنه الصمغ العربي أسعار الصمغ العربي ما بيحدد السودان، بيحددوها المشترين، لأنه في عدد كبير من البائعين وعدد محدود من المشترين.
فنحن حتى في الصمغة العربية اللي نحن فعلا تقريبا 98% من إنتاجه بيجي من السودان، نحن ما محتكرين السلع. يعني نحن ما خلينا أبسط الموضوع، يعني موقعنا في تجارة الصمغ العربي ما زي موقع السعودية في تجارة النفط. السعودية ودول الأوبك بيتحكموا في سعر النفط، هم اللي بيحددوا السعر. يعني بتنتج كل الدول غير الأوبك، وبيكون الطلب العالمي اكس، مثلا الطلب العالمي 3 مليون في اليوم زي كده. يعني بيقوموا مثلا الدول المنتجة كلها الصغيرة اللي كان منها السودان مثلا كلهم بيغطوا لك مليون واحد، فضل الجاب بتاع كم؟ مليونين. المليونين دي الا الاوبك، الا دول الاوبك هي القادره انها تضخه. عشان كده هم عندهم بريميوم، فبيجوا هم شنو يغطوا الديفرنس ده في الطلب العالمي ويحددوا السعر. نحن الحاجه دي مثلا ما عندنا، مش موجوده عندنا. ليه؟ لانه عدد في قصه الصمغ العربي، فنحن المنتجين الابرز في العالم، او تقريبا الوحيد يعني في العالم للصمغ العربي. يعني الاخرين كلهم على بعضهم 2%، احنا بننتج 98%، لكن انفورشنتلي عدد المشترين يعني اكبر من عدد يعني من الانتاج. فهم بالتالي متحكمين هم في السعر. يعني احنا السعر، احنا الصمغ ده الا نقفله كده نقول تاني ابنا بيقول، يعني الا نعمل شركه نفس القصه سودانيه. بتاعت السوق المحلي ايوه مع المزارعين وناس الخضار وكده. بس بالظبط كده. فيلا انا دار اقول من الكلام ده شنو، انه نحن طيب في التجاره الدوليه ما مهمين. تمام، ده من ناحيه بتاع الصادرات احنا لو صدرنا، لكن من ناحيه بتاعت اتراكتفنس للاستثمار الاجنبي. فورين ناس دايركت انفستمنت، اي يعني الفورين عندنا دايركت اراضي انفستمنت ومويه ونجيب غرقانه وكده. عندك، لكن الفورين دايركت انفستمنت عنده معايير طبعا. يعني انت هسه لو دخلت في البنك الدولي حاجه اسمها انفست ان سودان، اكتب انفست ان سودان، ده اي زول ماشي يستثمر في السودان بيمشي للحته دي. في طبعا في البنك الدولي، في وود ماكنزي، في ديلوتشيا، دي كومبانيز بتقدم تقارير عن دول بإندكسز. يعني بيكون عندهم اندكس مثلا سرعه فتح بيزنس في السودان، الكوربشن في السودان. دي المعايير اللي بتحدد لي انه السودان ده دوله انا ممكن كبزنس مان امشي استثمر فيها ولا لا، قدرتي على اني انا حاضر. اطلع الدولار بتاعي اللي هي الارباح بتاعتي. دي الكي فاكتور. انت لو عاوز تستقطب الفورين دايركت انفستمنت يو هاف تو ورك اون ذيس ثينجز. مش بالتاكيد طبعا رفع السودان من قائمه الارهاب حاجه مفيده، لكن وات ام تراينج تو سي انه حتى لو حصل الليفتنج انت لازم تكون صادراتك متنوعه وتكون بتنتج سلع يعني عندها اهميه واسعار زايده في السوق العالميه، نمبر 1. نمبر 2، اذا انت عاوز تستقطب فورين دايركت انفستمنت لازم تشتغل على السوق بتاعك المحلي. احنا اسعار الـ العماله عندنا بالمناسبه مرتفعه مقارنه بالدول الافريقيه المجاوره. دي واحده من الفاكتورز. كل ما كان سعر العماله اقل والسكيلز بتاعتهم عاليه، كل ما انت اتراكتنج المستثمرين بالذات الصناعيين، بالاضافه للاشياء الهيكليه دي، التغيير مش الهيكليه، المؤسسيه المتعلقه بمحاربه الكوربشن، عدم وجود غسيل الاموال، الحكايه حقت البرايبس دي بالمناسبه، الحكايه بتاعت الرشوه، انه انت عشان تمشي معاملاتك اليوميه دي برضو انا لازم اقولها ومهمه، لانه اي موظف في الدوله وبالذات في القصص الاستثمار دي يعني لازم يكون عارف انه لما هو يعني ما يكون منضبط في حته زي دي بيعمل هارمفول كبير للاقتصاد. لانه شنو القصه بتاعت انه انت عشان تمشي ورقك في الحكومه من شباك لشباك لازم تدفع برايبس، الحكايه بتاعت الكوميشنز دي الرشاوي. كلها هي عوامل سلبيه او عندها علاقه سلبيه بحجم الاستثمار الاجنبي اللي ممكن يجيك داخل. وحجم الاستثمار الاجنبي الفورين دايركت انفستمنت تدفقاته حاجه مهمه جدا للنمو الاقتصادي، يعني حاجه اثرها ممكن يكون من الحياه الاثرها سريع. وشفناه نحن في تسعينيات القرن الماضي لما بدا الفورين دايركت انفستمنت يدخل للاستثمار طبعا في النفط من الصين والهند وماليزيا، يعني عمل شيفت وسريع جدا جدا في الحاله الاقتصاديه بتاعت السودان. يعني فنحن برضه بنتطلع للحاجه دي. لكن انا عاوز اقول شنو، انا ما عاوز احبط الناس واقول انه رفع القائمه ما مهم، ديفينتلي مهم، عمليه اصلاحيه كبيره جدا جدا، لازم السودان يرجع كدوله طبيعيه. لكن الحاجه دي بس دار اقول انها ما تستخدم للترويج للترويج السياسي، نمبر 1. الحاجه الثانيه ما ترفع الاكسبكتيشنز بتاعت المواطن بدرجه يجيب احباط بعد كده. يعني دايما نكون ده اللي حساسين بيحصل. انا يعني حساسين. الباترن ده واضح بيحصل كل مره، يعني حصل ايوه دوما بعدين طيب للسلطان. نعمل شنو؟ نعم سؤال برضو، نعمل شنو؟ What is the other options? The other options انه انت for the time being ما تنتظر
الحاجه الثانيه الجانب الاخر غير رفع الاكسبكتيشنز، الجانب الاخر من القصه انه انت why are you waiting for that، يعني لماذا تنتظر ذلك؟ هل لانه ما في حاجه ثانيه ممكن تعملها؟ لا، في انك انت ممكن التجاره الحدوديه، التجاره في الاقليم، التجاره مع تعمل لك سله من الدول، سله من الدول الاستراتيجيه اللي انت ممكن تتداول مع السودان، عنده موقع استراتيجي في افريقيا، عنده دول جوار كبيره، تزيد حجم التبادل التجاري معاها، تزيد من انتاجك الداخلي، تتعامل كانك انت الدول اللي ما بتقدر تصلها دي زي الاتحاد الاوروبي والولايات المتحده الامريكيه وكده، دي دول زي ما انا قلت في كتبت في بوست انه في حاجه اسمها نظريه الجاذبيه، نظريه الجاذبيه بتقول انه اي كتلتين عندهم قابليه لان هم يتمازجوا مع بعض، اي كتلتين، هي نظريه فيزيائيه في الاساس، طرديا مع حجمه، يعني لازم يكون حجم الكتلتين متغارب، وسلبيا مع المسافه بينهما. ودي استعاروها الاقتصاديين من الفيزياء في مساله الانترناشونال تريد دي، انه اذا في اقتصادين زي كندا والولايات المتحده الامريكيه الجي دي بي بتاعهم قريب، او خليني اهم من الجي دي بي نصيب الفرد من الجي دي بي، يعني من نصيب الفرد الواحد اللي احنا بنسميه بير هيد بير كابيتا بير كابيتا جي دي بي متقارب، دي في فرص تجاره بيناتهم. بمعنى شنو؟ بمعنى انه المواطن في كندا ده بيشتري نفس الحاجات اللي بيشتريها المواطن في امريكا لانه دخلهم قريب، بالاضافه طبعا للمسافه الجغرافيه، المسافه الجغرافيه بتقلل الترانسبورتيشن كوست، فبتخلي العلاقه يعني بين الدولتين اسهل، يعني ممكن يمدوا سكك حديد بسهوله، الكارغو، الوقود، الاشياء دي، فبالتالي انت ما تهمل التجاره في محيطك الافريقي والشرق اوسطي. بي اوبن مايندد مع كل الدول، ما تدخل السياسه في الاقتصاد، يعني الليله بتلقى الصين دي وامريكا دوله شيوعيه ودوله ليبراليه لكنهم ما بتستغنوا عن بعضهم في مساله التبادل التجاري. انا كان جيف ميني 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 اذر اكزامبلز، فانت اذا ممكن تتاجر، يعني انا مثلا بشوف انه سله فيها تركيا فيها الصين، الناس انا بعرف انه في ناس كتار عندهم حساسيه الان من الصين، ولكن الصين من الشركاء التجاريين الجيدين ومن الشركاء الاقتصاديين الممكن الاستراتيجيين، عندنا معاهم تجربه كويسه، وهم عندهم their own defects، عندهم يعني المسائل حقت الكوربشن دي، لكن دي اشياء انت تقدر تتحكم فيها، يعني دي اشياء هم ما بيفرضوها عليك، انت ممكن تتحكم في المساله دي وكده يعني. ف for the time being انا دي وجهه نظري انه you need to focus في التجاره الاقليميه. كل الدول المقفوله دي السودان منفذ لها عبر بورت السودان، وعلى راسها ساوث السودان بالمناسبه، يعني ممكن يكون في حجم تبادل كبير جدا مع ساوث السودان. ساوث السودان ده كل الحاجات ما بيصنعوا اي شيء، جنوب السودان كله فيه طبيب واحد في طبيب واحد بيشتغل يا اخي والله لا في ايوه صحيح في فرص. الشباب قروا طب في كوبا، كان بتذكر كوبا ما بيجوا راجعين ما لسه، ما هو نفس الحكايه يعني، انت اذا زول قاري وكده. المهم انه ساوث السودان من الحتت اللي ممكن السودان، يعني بتذكر حتى كانوا بيهددوا، من الحاجات اللي كانوا بيهددوا بها ايام مشاكلهم مع الجماعه الفاتو ديل، كانوا بيقولوا نحن حنقوم نبد خط البترول من ساوث السودان عبر كينيا، يعني كانوا بيهددوا بحاجه زي دي، انه عشان ما نحن نكون الشماليين ماسكين علينا انه المنفذ الوحيد للنفط الجنوب السوداني هو بورت السودان. وعملوا دراسات واكتشفوا انه المساله دي غير مجديه اقتصاديا، وانه ما عندهم حل غير انهم يتفقوا مع الجماعه في الشمال ديل ويدفعوا رسوم العبور. رسوم العبور اللي بتدفع لحكومة السودان بالمناسبة من أكبر رسوم العبور اللي بتدفع في العالم كله في الحالات المماثلة اللي احنا بنسميها Trans-territory Pipelines، اللي هي البايبلاينز العابرة لدول كثيرة، أكبر من أكبر، يعني الاتفاقية اللي عملتها حكومة السودان مع ساوث سودانيز Government فيما يتعلق بنقل وبروسيسنج بتاع النفط، هي من أفضل الاتفاقيات، يعني أدت السودان تلت نصيب تلت نصيب البترول بتاع جنوب السودان بيجي لشمال السودان باي ذا واي. فده برضه من هنا بيخلينا نسأل سؤال مهم جدا جدا، انه لازم السودانيين يشتغلوا مع الجنوب السودانيين في انه انتاج ساوث السودان يزيد، لان كل ما زاد الانتاج وتحسنت الاسعار كل ما كان احنا حيدفعوا لنا السعر اللي هو الاكبر. هي طبعا ما دار ادخل في التفاصيل، لكن المهم انه حتى السعر ما ثابت، لما يكون اسعار النفط منخفضه والانتاج منخفض بننزل للسعر، ومع زيادة السعر يعني بيزيد السعر بتاع الترحيل والبروسيسنج، وده من أعلى الأسعار في حده الأدنى $9، وده سعر ما موجود في العالم، العالم كله فيه $1 $2، وده بيدينا تلت الثروة النفطية بتاعتهم حتى بعد الانفصال. طيب. فنحن يعني عندنا الآن الكلام كله
بيتقال على انه والله في المؤتمر الاقتصادي جاي والى اخره وبتاع، وهيودينا لرفع الدعم عن السلع الضروريه، والناس شافت في حته في السودان فيها العيشه بتتباع ب 50 جنيه، العيشه الواحده ب 50 جنيه. قصه رفع الدعم دي ممكن تدينا ايضاح حولها قبل ما ننتقل لحسام؟ تفضلي. هو الدعم ده الفكرة الأساسية فيه إنه هل جسد الوطن ده والمواطن اللي وصل حده الأدنى ده بيحتمل ولا لا؟ يعني كلنا عارفين إنه الدعم يعني هو حمل على ميزانية الدولة اللي أنا ذكرت عليك، قلت إنه الدولة فيها عجز الميزانية ولازم يكون في تقشف، لكن في نفس الوقت المواطن وصل الحد، يعني حسب اعتقادي أنا وصل الحد الأدنى ما بيقدر بعده يحتمل المسألة بتاعت رفع الدعم دي، يعني بالذات الرفع عن كل الدعم ده هيكون شيء في شديد القسوة، هيؤدي إلى اضطرابات اقتصادية، واضطرابات ممكن تتطور لاضطرابات سياسية، ده أخطر حاجة فيه، يعني ممكن يؤدي لثورة جيع، ودي الحاجة اللي احنا ما دايرينها. احنا الحاجة الأساسية اللي عاوزينها إنه المرحلة الانتقالية أو الانتقال الديمقراطي ده يتم في النهاية، يتم بسلاسة وبهدوء، نمشي بنهاية الفترة الانتقالية لعملية بتاعة تحول ديمقراطي وانتخابات، ما دايرين اي حاجه تو انتربت، ده الكي فاكتور بتاعنا. طيب انت العمليه بتاعت رفع الدعم دي هل الكباسيتي بتاعت الشعب السوداني الان بتستحمل؟ يعني اذا كنت زي ما انت قلت في بعض المناطق الان احنا عارفين العيشه ب 10 جنيه تقريبا، طيب حتصل لكم بعد رفع الدعم؟ 50 100 جنيه، يعني يو كانوت اكسبكت. الحاجه الثانيه زي ما ذكرنا قبل كده ان انت لما الدوله اجهزتها الماليه والنقديه ضعيفه، رفع الدعم دايما محتاج انه البنك المركزي يكون فيه نقد كافي أجنبي عشان يقدر يجاري الزيادات اللي هتحصل الرهيبة في مثلا التضخم في الأشياء دي، فلازم أنت وزارة المالية برضو لازم يكون عندها القدرة على إنها هي تسيطر عبر الضرائب والإنفاق الحكومي على المسألة بتاعت الدعم دي. فهل وزارة المالية تستطيع أن تنفق لتساعد المواطنين على إنهم هم يتجاوزوا المسألة بتاعت رفع الدعم دي؟ دي كلها أسئلة مطروحة، وانا افتكر حسب وجهه نظري المحدوده يعني انه الجهازين ديل المتحكمين في السياسات الاقتصاديه بتاعت السودان في اضعف حالتيهما، يعني ما افتكر انه الايرادات الضريبيه طبعا ضعيفه جدا جدا، وما في مجال لانه الحكومه تحفز ضريبيا، يعني ما في مجال انها هي تعطي المزيد من الاعفاءات ولا تقلل حجم الجبايات اللي هي قاعد تشيلها في رسوم وجمارك، لانه هي ذاتها ميزانيه فيها مشكله، فإذا قللت هيقلل شنو؟ هيقلل عليها الصرف بتاعها هي أو إيراداتها هي كحكومة. في نفس الوقت إذا أحجمت أو زادت الضرائب أو أحجمت من الإنفاق الحكومي، المواطن ما عاد بيستحمل، ما فيه كباسيتي. فده موضوع في شديد الحساسية ما بتقدر أنت تعمله، لكن من ناحية إنه هو عبء على الميزانية this is definitely the case، يعني من ناحية إنه أخوانا اللي بيقولوا إنه بيعمل تشوهات، يعني هي النظرية الأساسية في قصة الدعم دي انه بيقولوا انه لان بتخلق تشوهات. طيب شنو هي التشوهات اللي بتخلقها؟ بيقولوا تشوهات في الاستهلاك. كيف؟ بيقول لك مثلا يعني من الحجه اللي بيضربوها بيقول لك اذا في السعوديه مثلا لانه الكهرباء مجانا مدعومه، يعني مجانا لانها مجانا بيقوموا الناس دي بيفتحوا المكيفات وبيطلعوا يمشوا الشغل والمكيفات شغاله وبيجوا، ده لانه المواطن ما حاسس بالتكلفه الحقيقيه للقصه بتاعت الكهرباء دي. طيب لكن من جانب اخر في منظرين اخرين بيقولوا اصلا الدعم الاقتصادي ده هو اللي بيوازن بين دول شمال العالم وجنوبه. يعني في فلسفه اخرى، في فلسفه بتقول انه نظريه رفع الدعم دي جات في الاساس لانه في حاجه اسمها الانيكواليتي. الانيكواليتي ادت لانه تكون في هجرات من جنوب العالم لشماله. الهجرات اللي بقت تحصل من جنوب العالم للشمال ودي بقت تأثر على رفاهية المواطن في شمال العالم، اللي هي مثلا الدول الأوروبية، أمريكا، كندا. أمريكا بتعاني برضو من الهجرة من المكسيك، ليه؟ للتفاوت بين العالمين، بين جنوب العالم وشمال العالم. فمن هنا جاءت الاقتصاديات المساواة، إنه لازم الاقتصادات دي يكون في بالانس، بمعنى إنه ما ياخذ الموظف أو العامل في السودان يكون مقارب لما ياخذ الموظف أو العامل في بريطانيا فور اكزامبل، فينتفي الحافز بتاع انه الموظف ده يهاجر من السودان يمشي يعيش في بريطانيا. طيب وفي نفس عشان يحصل الكلام ده قالوا لازم الكوست اللي بيقابلها الموظف او العامل في بريطانيا تكون هي نفس الكوست اللي بيقابلها الموظف او العامل في السودان، بمعنى انه انت البنزين اللي بتكبه في عربيتك في السودان لازم يكون هو نفس سعر البنزين اللي بيكبه البريطاني في عربيته، فينتفي الحافز بتاعك انك انت تمشي تعيش هناك for better life ولا more welfare.
دي الفلسفه. عشان كده بقول لكم احنا دائما في الاقتصاد بيدرسونا الاجراءات الاقتصاديه، وات تو دو اذا في تضخم، وات تو دو اذا في مشكله بتاع الدعم، ترفع الدعم كده، ما بيوروك وات از ذا فيلوسوفي بيهايند ذات، لانه اي حاجه عندها ايكونوميك لوجيك بيهايند ات. This is the economic logic behind رفع الدعم، انه يخلوك انت to hit the wall، انك انت في بلدك تواجه الواقع فتتحفز للعمل فيزيد الانتاج بتاعك. ولكن طبعا هم بيقولوا عليك، هم لما يجوا ناس موظفي البنك والصندوق ما بيقول لك الفلسفه دي، هم بيقولوا لك يا اخي الدعم ده مضر لك، الدعم ده يعني حيشوه الاقتصاد وعبء على ميزانيه الدوله ولازم يترفع وكلام، في حين انه الدعم ده هو المخلي الحياه مطاقه في بلداننا. يعني يعني في جزء من دخلهم قاعد يجينا عن طريق الدعم ده، لانه في منتجات كثيره هم بينتجوها دولتنا بتقدمها لنا مجانا او باسعار منخفضه. This is good, this is not bad, this is what makes a life في حياتنا نحن، يعني بتخلينا نحن نتمتع بجزء من الرفاه في شمال العالم. وده اللي خلى كل واحد فينا قادر بالمناسبه يشيل موبايل، لو ما كانت الدعومات دي موجوده في الاقتصادات يمكن الموبايلات تكون ما دخلت السودان ليوم الليله. يمكن العربات بالمناسبه هسه بقول لك مثلا العربات، تخيل انه لو ما كان في دعم في البنزين هل تفتكر انه كان ممكن السودانيين يكونوا راكبين عربات موديل 2020؟ استحاله استحاله. فالانتقال التكنولوجي ده هو خصمي على الدول بتاعت شمال العالم، خصمي على الويلفير بتاعهم ثرو تو بروسيسز، انه ما يصنعونه نحصل عليه نحن باسعار منخفضه، والخصم الثاني انه بيحفز الهجره من بلدان لبلدان، زي في الاحياء بيقولوا شنو الاسموزي، الانتقال الاسموزي اللي هو الامتصاص الاسموزي ده، انه حته الاسموزي الحته نعم اللي فيها تركيز بتشفط الحته اللي فيها اقل تركيز وهكذا يعني. نعم فدي الفلسفي بيهايند الدعم، واحنا بنقدمها كارجيومنت يعني مخالفه للارجيومنت اللي انا بعتبرها مش ريديكولس، بعتبرها نايف اللي بيقولوها الناس when they tell the people half of the story، انه رفع الدعم ده از باد بيكوز انه هو بيخلق تشوه في السلوك الاستهلاكي. This is only part of the story. The bigger story، الصوره الاكبر هي انه رفع الدعم حيصب في مصلحه الشركات الكبيره، في مصلحه الدول الغنيه، حيقلل لهم هم ذاتهم عندهم منفعه كبيره حتعود عليهم لو الدعم ده اترفع من كل دول الجنوب. ف ده اللي انا بعتقده يعني. اوكي، شكرا جزيلا استاذ سبنا. هننتقل لدكتور حسام اسماعيل. دكتور حسام، انتوا في كميه بتاعت مياه جاريه تحت الجسر، الورشه القطاعيه بتاعت المؤتمر الاقتصادي شغاله هسه حاليا. سمعنا انه من ضمن الحزم الاقتصاديه الجديده اللي تمت انه التبغ السجاير وكده دخل في ضمن السلع الاستراتيجيه وحاجات كثيره بتغضب المواطن. فدانك تدينا الاوفر فيو عن الحاصل شنو في البلد هسه حاليا، وانتوا كمقاومه اقتصاديه ممكن برضو توري الناس ما هي المقاومه الاقتصاديه. تفضل يا دكتور. طيب شكرا لكم، مساء الخير جميعا. انا حجاوب على السؤالين الاوائل، تفضل بذكرهم دكتور انور حتى نخش في الاجابه على اسئله المحاور. بالنسبه لموضوع التبغ ده، وزاره التجاره قدمت دفع لبنك السودان لما اكتشفت على انه السجائر هو من السلع منخفضة المرونة، بمعنى يعني انه حينما تزداد اسعار السلع العادية الكميات المناظرة لارتفاع السعر ده حتكون منخفضة بنسبة اقل تفاضليا، يعني معناها السجائر من السلع الضرورية زي الدواء وزي الزيت وزي اللحمة مثلا إذا جاز التعبير. طبعا اللحمة ذاتها بقت سلعة عالية المرونة، والاقتصاديين يعني عندهم تعريف رياضي للمرونة اللي هي بتكون السلعة مرنة أقل من واحدة أو تساوي واحدة أو أكبر من واحدة. بمعنى على إنه الجمارك والضرائب على السجائر عالية جدا، وقاعدة تدخل إن لم أقل تريليونات فهي مليارات بالقديم في اليوم، جمارك على التبغ و VAT value added tax وانت طالع من المصنع، وفيها ايرادات ومحرك الاقتصاد بصوره عاليه. فبالتالي اكتشفوا على انه اذا انت يعني وقفت الدولار اللي بيجيب السجائر والتباكو انت هتعمل نوع من الصفوكيشن للاقتصاد.
فهم رجحوا المعادلة دي يعني. وأنا لاحظت في الورشة بتاعت بنك السودان لما السادة جهاز المركزي للإحصاء استعرضوا المجموعات السلعية الاستراتيجية، هم زي 12 مجموعة، السجاير كان من بينها. والسجاير طبعا هسه سلعة رائجة وسط الشباب من 15 سنة لحد 45 سنة، لو قدرنا نسمي الناس 45 سنة شباب. فأعتقد إنه يعني فكرت الحكومة إنه ليس من الحكمة في وقت زي ده، أصلا هي عندها إشكالات في ميزان المدفوعات وعندها ديفيسيت، إنها تقوم شنو يعني تقوم يعني تخسر المغنم ده. ونحن طبعا كمقاومة اقتصادية بالنسبة لنا السجاير يعني ما مبتغانا الأساسي. نحن مواضيعنا فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي مواضيع بتتناول القضايا السمينة، وما أقدر أقول لك قفشة وفكاهة علينا. الناس المقاومة 90% منهم بيسجلوا، فأعتقد إنه قرار زي ده حيضر المقاومة، وحتجي فيه مع مدني، وحتجي فيه مع البدوي، وحتجي فيه مع هبة وحمد كله ولا السجاير يعني. فده الأمر. بالنسبة للأضابير أنا كتبت في صفحتي بوست قبل يعني لخصت فيه ما أراه أنا من زاويتي تجاه ما يتعلق بما يجري في الساحة، ولخصت إن المؤتمر الاقتصادي الراهن هو عبارة عن تحصيل حاصل، التوجه بتاع الموازنة في النصف الثاني وقد يكون كل الانتقالية، هو توجه نيوليبرالي محض، وكنا بنتكلم في السنة اللي فاتت دي كلها عن هذا التوجه، مخاطره من غير إصلاحات هيكلية سابقة. وفي حضرة مجموعة الباحثين السودانيين في وجودك وجود دكتورة سبنة وجود دكتورة نعمة وفي ضيوف مشاركين قدمنا حلول ورؤى في جلستين أعتقد طويل مطولات، ممكن السادة الأفاضل يرجعوا لها إذا حبوا، عن وجهات نظرنا فيما يتعلق كمقاومين اقتصاديين أو حتى ناس شباب مقاومين ثم كمتخصصين في الاقتصاد القياسي والاقتصاد التنموي واقتصاديات التضخم واقتصاديات الاتصالات وكده. قدمنا رؤيتنا في المجال ده، وما عندي مانع انا في اثناء الاجابه على محاور الجلسه دي ان انا استعرضها ثاني، وممكن اديكم رابط ترجعوا له كماتيريال مرافقه. بالنسبه للمحاور قدامي هنا اللي هي زي اربع محاور: اعلان الطوارئ وتغيير العمله ورفع السودان عن قائمه الارهاب وتحليل عام للوضع الاقتصادي. انا اتفق في كثير من التفاصيل على انه كده صوتي كيف يا جماعه؟ عشان انا الاستوديو بتاعي ما انيق شويه. صوت واضح كده يا جماعه؟ واضح واضح ممتاز. انا اتفق مع سبنا في كثير ما قالته، واعتقد انه بالصدفه انه المجموعه دي هي عندها كثير من الاتفاق، يعني ممكن احنا ننظر الى الامور بزوايا مختلفه ونستخدم تعبيرات مختلفه في شرح الظاهره او في وضع الحلول باختلاف تخصصاتنا. نحن ناس بتاع اقتصاد كمي، بتاع الرياضيات واحصاء، وبنشوف الارقام بتتحدث وبنستنطق الارقام، وزي ما شايفين دكتوره سبنا ضليعه في التعمق والتسبيب اتكاء على النظريه الاقتصاديه نفسها وعلى السايكولوجي وكده. لكن ما في اختلاف، ما هو كيوب، هو مكعب عنده اوجه، والحقيقه نفسها ممكن تقلبها يمين شمال وتصل الى نفس الفكت. انا اعتقد انه الطوارئ الاقتصاديه هي كان عباره عن فقاعة سياسية ظهر فيها قائد الدعم السريع، ومن بدري احنا طبعا عندنا رأي كاقتصاديين على انه الخطاب الناري الزوبعي المشحون بالرصاص والفروسية والرجولة ما قاعد ينفع في الخطاب الاقتصادي، وبنفتكر انه بالتجارب مجتمع من باب يعني قعدنا في الكراسي ولا كده بشغلنا الميداني على مدى سنين على انه الدولار اللي انتم دايرين تخوفوه ده الساده الافاضل في الاليه الاقتصاديه بتخوف بالانتاج بالدولار ذاته. الدولار بيقهروا دولار، ما بيقهروا خطاب النقعه والنجعه والحنصارعه والحاجات الميليشياويه دي. وهسه احنا يعني الطوارئ الاقتصاديه دي اصلا قامت في ابريل ثم نشطت اعتقد في اخر اغسطس، وده من باب تحصيل الحاصل. والقوانين التي قيلت في ما يتعلق بردع المتجاوزين اصلا هي موجوده في القانون الجنائي، قاعده في القانون الجنائي. يعني العقوبات ممكن تكون عقوبات تعزيريه اضافيه بموجب قانون الطوارئ اللي اصلا حاكم البلد، وممكن لجنه التفكيك يعني ممكن نلقى له نحن اي مخرج غيرنا كده تيجي تعمل لنا طوارئ اقتصاديه
وتقوم تقبض لك 4-5 تجار، تجد فيكم نهاية الشهر عشان تشتري منهم 500 مليون دولار تجيب بها القمح والجاز وتجيب بها الدواء، لأنه أنت قبضتهم ديلهم ذاتهم، أنت قاعد تشتري منهم من السوق العربي، وفيهم دوم وفي شرق النيل والجماعة. والحاجة دي كانت من المضحكات المبكيات حقيقة. فأعتقد الطوارئ الاقتصادية دي هي والمحفظة الاستراتيجية وكل الأدوات اللي اتعملت وبتخاطب يعني أعراض المشكلة كما يخاطب البنادول الصداع ما بحل الدواء، أعتقد إنها هي مجربة، وجربت في عهد نميري، وجربت في الديمقراطية الثالثة، وجربت في عهد الإنقاذ، وجربت مرتين في عهد الانتقالية. وأعتقد إنه بتعكس فهم سطحي حتى في الناس الذين وثقنا فيهم، إنه هم دي الناس اللي بيكونوا فاهمين اقتصاد بتعليمهم وبتدريبهم وبخبرتهم في المؤسسات عملاقة وكده. أنا أعتقد إنه الطوارئ الاقتصادية دي إن لم توجه نحو إدخال الدولار الموجود في السوق إلى بنك السودان بالقدوة، بمعنى إنه صادرات المؤسسة العسكرية الحاكمة من الدعم السريع من القوات المسلحة من الشركات الرمادية، إذا ما شافوها التجار المصدرين أو الشركات الكبيرة المصدرة خشت بنك السودان، هم ما حيجيبوا لك الدولار بتاعهم. أنا ما في شيء بخليني أنا كتاجر بتاع سمسم أو تاجر عيش أو تاجر ذهب أجيب قروشي في بنك السودان وأنا شايف الجماعة الحاكمين بودوا قروشهم للخليج وبيجيبوا قروشهم بيخلوها في الخزن سواء كانوا قوات مسلحة، فبالتالي حشيل دولاراتي أنا بعد ما أصدر القطن وأصدر السمسم والزيوت والبرسيم وما أدريك، هقوم أوديها أبو ظبي وأوديها جوانزو وأجيب بها بضاعة ودولاري في جيبي، وديك دول أصلا بيشجع على الاستثمار وبتسألك من الدولار بتاعك جبته وين. ده نمرة واحد. نمرة اثنين، الآلية الاقتصادية والطوارئ الاقتصادية دي إذا ما هي أنشأت شركات بتاعت حكومة، شركات الزيوت والأقطان والمحاصيل من الدرة طابط ولا القضارف ولا ربك ولا غيره، والفواكه والصمغ العربي والذهب زي الشركة السودانية التعدين، لو ما أنشأت بقت حقة الحكومة نفسها، باعت بعض الصادرات دي في سوق الله أكبر في بور السودان وجابت على الأقل 10 مليون دولار في الشهر الأول، ثم growing exponentially لحد ما تبقى 12 مليون دولار وغيره وغيره، ما في زول حيحل لك إشكالك، حتبقى أنت إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بداية كل شهر حتمشي تشتري السوق تشتري الدولار من السوق الأسود من الجماعة اللي أنت قبضتهم ذيل ذاتهم أو من أولاد أهلهم القاعدين في البيوت عشان تغطي اعتمادات القمح. أنا طرحت النقطة دي، ردوا علي امبارح في ورشة وزارة المالية قالوا لا ده كلام ما سليم، إنما عندنا حاجة اسمها اعتماد الذهب. شنو اعتماد الذهب؟ دي كلمة فضفاضة الآن، إحنا ما عارفين اعتماد الذهب ده شنو، لكن في النهاية أنا فهمت الفهم المتواضع إنه هي قروش أنت يا إما طبعت مشيت اشتريت بها دولار، معناها فأقمت الإشكال اللي تكلمت عنه دكتورة سبنا، أو طبعت قروش ساكت كده من غير أي، أو جبت لك ذهب اشتريت ذهب من جهة ما سواء كان من التجار أو من الدعم السريع أو من الذهب أو من غير الشركات المحلية، وبعته في العالم جبت به قروش، لكن أنت بتكون دائن يا إما بدولار تاني أو دائن بجنيه سوداني بسعر السوق الأسود للجهات اللي استلمت منها والذي يعني الطباعة مجددا. فباختصار دكتور أنور، الآلية الاقتصادية، آلية الطوارئ الاقتصادية دي عبارة عن فزاعة ولم تؤتي أكلها ولن يعني الأرقام بتتحدث، يعني بما قامت الآلية لحد الليلة الدولار زاد 4 مرات دقة 275 والآلية قاعدة تتفرج، ولم يحدث أي نوع من المصارعة ما بين قائد قوات الدعم السريع والدولار، وانتصر الدولار. ونحن الآن يعني بنرجع إلى ما تكلم عنه مرارا وتكرارا على أنه لا بد أن نصدر، وهذه الحقيقة لا تحتاج إلى أي جهبزة أو أي كشف صوفي ولا تحتاج إلى أي قدرات عقلية فائقة عشان تقدر يعني تجد حل، يعني أنت محتاج. حتى كان دكتور الشفيع خضر سعيد وهو أحد مستشاري رئيس الوزراء يعني كتب مقال في القدس العربي بيتكلم على القصة دي، إنه يا أخواننا أنتوا عملتوا بدل كان وزارة المالية عملتوا اللجنة العليا للاقتصاد، وكان رئيس اللجنة دي حمدوك، بعد شوية جه حميد تيبي رئيس حمدوك في اللجنة الاقتصادية،
وجا بعدها عملوا الطوارئ الاقتصاديه، فما عرفنا يعني احنا كونفيوز جدا جدا في انه منو المفروض انه يمسك القصه دي عشان يظبط الموضوع هو والاجراءات. هو دي حاله بتاعت انا بسميها مال دياجنوزيس، يعني ده تشخيص خطا، بس تشخيص خطا. وواحده من اسباب التشخيص الخطا المدرسه ذات المتبعاها رئاسه الوزراء وزاره الماليه في حل الاشكال. طبعا الاي ام اف والاس ام بي مانع منعا زاجرا عن انه الناس دي يخشوا السوق، الحكومه تتدخل اي نوع من التدخل في الاقتصاد. ودي ابجديات النيو ليبراليه اللي بندرسها للطلبه في السمستر الاول او السمستر الثاني في الاقتصاد، انه الحكومه ما تخش. والكلام اللي انا بقوله بتاع الشركات الحكوميه طبعا ده كلام من المحرمات. اذا انت ناقشته الان في وزاره الماليه او في وجود الاس ام بي او مش دوي محفل في الولايات المتحده الامريكيه تحديدا، الناس طبعا ممكن تطردك طوال يعني. ونحن بنقول انه طيب ما هو ما شرع على اطلاقه، لكن في المرحله الانتقاليه اللي احنا فيها دي احنا محتاجين الحكومه تتدخل. ليه تتدخل الحكومه؟ لانه انا كمواطن سوداني في 43 مليون زيي 70% منهم بيتقاضوا الدولار فاصل 8 من الدولار، دولار و80 سنت في اليوم، اللي هي بسعر الليره بتعمل زي 400 جنيه الا، والتي هي عباره عن مواصلات للعربي او للكلاك لو بترجعك ثاني لام درمان عندنا القديمه، وما ممكن تشتري لك كيلو لحمه، وهي عبارة عن أقل من جركانة بتاعت زيت، وعبارة عن عيش بتاع 5 يوم بالحجم بتاع العيش الجديد، يعني عبارة عن ولا قروش يعني. تمام، فلما أنت تتكلم عن تفاصيل زي دي لابد إنك يعني تعرف يعني شنو 1.8 دولار جنيه، 1.8 دولار متوسط الدخل في اليوم. انا بعرف لي بعض المتسولين ساكنين في غرب ام درمان مواصلاتهم لمنطقه الشغل اللي هي منطقه التسول بتكلفهم 200 جنيه ماشي 200 جنيه جاز. ده متسول، دي البادجت بتاعت المتسول 400 جنيه في 30 يوم شغال هو ما عنده راحه، دي 12 مليون تكلفه تنقل متسول. فاعتقد انك لما تجي شعب زي ده تقوم تعمل فيه النيو ليبراليه والكلام زي ده، اعتقد انه انت بس يعني تصب، مش بتصب الزيت على النار، انت قاعد تعمل، انت قاعد تقتل هذا الشعب. ولما جاءت الثوره دي كان كل الوزراء الماليه اللي اتخذوا اجراءات مماثله قاعدين، انتقمت منهم شعوب سواء كان او طلعت الشارع، كلامنا احنا قلناه قبل كده في هذه المجموعه، ايران، العراق، لبنان، الجزائر، كولومبيا، بوليفيا، الاكوادور، شيلي وكده. فأعتقد أنه التدخل الحكومي عودا على رأس الحوار ضرورة، والآلية الاقتصادية دي نعم. التدخل الحكومي ده ما ظهر في برنامج سلعتي اللي هو الوزير مدني عباس مدني. طبعا أنا يعني بحكم كوني أحد العناصر أو أحد الأفراد اللي اشتغلوا مع الوزير مدني يعني في بداية شغله في التخطيط الصناعي وكده، ففكرنا يعني معه بصوره وديه على انه يعني هو حيشيل وش القباحه فيما يتعلق ببرنامج سلعتي. وهو طبعا الرجل باعتبار حلمه وصبره كده وحكمته قبل النصيحه دي. قلت له يا ريس يعني ما هو سلعتي حتعمل شنو؟ في انفليشن وفي تضخم، يعني مثلا اذا كان جركنت الزيت ب 1000 جنيه او 1200 سلعتي حتبيع ب 600 مثلا، سلعتي حتبيع ب 900 جنيه لو بالغت لاول اسبوع. والفرقه بتاعت ال 300 جنيه دي حيكون فيها صف من هنا عندنا في منزلنا هنا لحد الشهداء، وانت حتركب ركشه للمكان اللي فيه الزيت ب 900 جنيه دي ب 200 جنيه، وحتجي راجع ب 200 جنيه، وحتكون انت اشتريت الجركانه 900 في سلعتي ب 1400 جنيه، وهي في السوق الاسود او السوق الكنتين ب 1200 جنيه. فبالتالي سلعتي اي برنامج تعاوني او اي برنامج داعم في وجود التضخم هو عبارة عن تجميل لوجه التضخم. وأنا بستعير كلمة دكتور هبة الوزيرة المكلفة في كلمة مكياج، وعبارة عن مكياج. ده لا يمنع طبعا أن نجتهد في التعاونيات وسلعة في شكل من أشكال التعاونيات، لكن لا أعتقد أنها حتصمد، هي ما حتصمد. والفكرة من حيث هي جميلة، لكن لا بد يسبقها ويوازيها شغل على التضخم، وإلا أنا ما حقدر أواصل. بعد شوية أنا ما حلقى في فرق كبير ما بين نخلي في بالنا على إنه الخيم أو سلعتي أو شركة يرول لو مذكرينها زمان دي بتاعت الكيزان كانوا the same idea they could not sustain. ليه؟ بسبب الانفليشن، والانفليشن لا صديق له.
تمام. واعتقد انه بجانب انه الفكره جميله لكن دايره توضيبات. احنا دائما زي ما تكلمنا كثير معكم يا دكتور انور على انه المعادلات الرياضيه عشان تتحقق عندها شروط نيسيسيريان سفيشنت. الادويه عشان تسري في الجسد تشتغل بايوكيميكلي عندها شروط عشان تشتغل، تمام. الفلويدز داخل المكنه عشان تشتغل بروبرلي وذ هاي افشنسي عندها شروط. الاقتصاد زي ما تفضل الدكتورة سبناسي، يعني أنا I like الابروتش بتاع الإكنوفيزيكس والتعامل مع الاقتصاد على إنه نظام حيوي. الاقتصاد نظام ميكانيكي حيوي، الاثنين حي. الاقتصاد ده بحس بس، وطبعا لضخامته شرحه صعب إلا للمتخصصين والمتمرسين. فالاقتصاد ده نظام حيوي وميكانيكي، عبارة عن مكنة ضخمة جدا، وهذه المكنة يعني بايونيك، يعني هي مكنة وفيها أجزاء حية، فيها دم وفيها شرايين وفيها طحال وفيها معدة وفيها قلب. فبالتالي عشان انت تستري فيه ادويه، يعني احنا اقتصادنا طبعا جسم مريض، عشان الدواء الادويه دي تشتغل لابد من شروط. وفي ادويه زي انت اشتغلت فيها في وقت واحد حتتلاغى والانهيليت ايتش اذر، تمام، وبالتالي حتكون صرفت قروش وزمن والادويه دي بتلغي في بعضها البعض. اذا في ادويه لابد تشتغل على سيريالي او سيكوينشيالي على التوالي، وفي ادويه ممكن تشتغلها ان بارلل مع بعض. والمسائل دائرة خبرات، دائرة اتفاق، دائرة تواضع، ودائرة يعني سيستم ثينكينج، تفكير نظمي كبير عشان الأدوية تبدأ تشتغل. فالسلعة يعني أعتقد إنها حل، لكن لابد من توضيبات، لازم يشتغلوا معها باقي أنظمة في السيستم عشان تكون efficient و effective. نعم تمام. نعم. المسألة بتاعت في حالة نعم تمام. انا داير يعني ابصر الساده المهتمين، الانفليشن يا جماعه، الانفليشن لما نشتغل يتجاوز الانفليشن بيتعطل نظريات قيمه العمله، وبتتعطل نظريات العرض والطلب المارشاليه، كويس. القانون اللي بيسري انه نحن دايرين نحافظ على مقتنياتنا، ما بكون في عرض وطلب، بمعنى انه الاسعار ممكن تطلع حتى لو ما في طلب في الانفليشن، كويس. ليه؟ لانه انا بشوف عملتي تتحول الى ساند فاليو، قيمه ترابيه، فبالتالي انا ببحث عن نظير لهذه العمله، سواء الذي هو هسه بعد بريتن وودز في 45 بقى الدولار او الذهب او اي محفظه ثانيه زي الاراضي عندنا، زي العربات، حتى الموبايلات، شفتها. فبالتالي ما بكون في قيمه للعمله اذا في الانفليشن المتسارع ده ما بتقدر تشتغل شغل بتاع تعاونيات، وإن كانت تعاونيات هي حل جيد من حيث هي حل تطبيقي عملي مجرب، لكن الدول اللي جربته اشتغلت بصرامة على التضخم، واشتغلت بصرامة على سعر الصرف، واشتغلت بصرامة على الميزان التجاري، ثبتت التضخم، ثبتت قيمة عملتها، أنجحت التعاونيات. فإذا نجاح التعاونيات هو ريزلت، لكن هو ليس سبب. It's not a cause. أنت ما بتعمل التعاونيات عشان التضخم يقف، أنت ما بتعمل التعاونيات عشان قيمة العملة تزيد أو عشان سعر الصرف يستقر. أنت بتعمل التعاونيات لما يكون في parameters حصل لها نوع من الاستابلايزيشن، لكن عندك مواطنين فقراء داير تساعدهم، تقطع لهم الجاب ما بين المصنع وما بين المستهلك اللي هو البروكرز العايشين طفيلياً على السيستم البيزنس ده. لكن إذا هم موجودين أو ما موجودين في ظل الانفليشن، هنا هنكون بنحلف في البحر. بالنسبة لتغيير العملة، هو الفيلوسوفي بيهايند تغيير العملة على إنك أنت لابد تتدخل الكتلة إلى داخل النظام المصرفي عشان تقدر تحركها في استثمار. تغيير العملة لن يضيف قيمتها، لن يعلي قيمتها ما دام في انفليشن. أنا برجع تاني بقول لك إن عندنا داء اسمه التضخم، إذا نحن ما اشتغلنا عليه ما بيكون في نجاح كبير. نحن نادينا بتغيير العملة من فبراير 2020 لأنه عارفين النظام البائد ما حيريحنا، وعارفين على إنه حتى الناس العاديين، الواحد لأنه بيقرأ السوق، فبالتالي العملة دي بيحاول يزيد من سرعة دورانها، يتخلص منها لأنه قيمتها متآكلة باستمرار، فبالتالي هو بينزل بيطرده منه، وممكن يحتفظ بها عنده عشان بس يضارب بها الفرض الثالث في الدولار، يشتري بها دولار يعمل لك انت اشكالات، او يشتري بها ذهب وبالتالي يشتغل بها في انشطه غير منتجه. فبالتالي تغيير سعر العمله كان الغرض منه، تغيير العمله
انك انت تدخل كوادريليونات اللي هي الاف التريليونات او مليونات المليارات تدخلها للنظام المصرفي تقريبا في زي 2.6 كوادريليون قيمة العملة الموجودة خارج قيمة العملة كلها المطبوعة صالحة للاستخدام سواء كان ورقية مقبوضة أو بأي شكل من شيكات أو غيره 85-90% منها خارج النظام المصرفي. فلما تخش للمصارف التجارية أو لبنك السودان بنقدر نحن نشغل واحدة من الحلول اللي قدمناها هسا احنا ما عارفين مصيرها شنو اللي هي الانفستمنت تمويل وتمويل تجاه الانتاج. يعني ما دارين ندي تاجر يمشي يجيب لنا عده من جوانزو ولا يجيب لنا عربات ولا يزول يجيب لنا تراكترات كشافات بتاع الذهب معاصر سمول سكيل مدابغ سمول سكيل مطاحن سمول سكيل عشان تنافس لنا مثلا القمح تشتغل لنا في الدخن والذره. نقدر نعمل زي فاريشن في السلع بتاعت الكالوريز زي العيش وكده. فبالتالي انت بتشغل الشباب فكان ده الغرض الاساسي منها. لكن ملخص الكلام ده يا دكتور سبنا ودكتور أنور كما تعلمون ال 500 جنيه الجديدة إذا طبعت قيمتها ما حتكون أعلى من ال 500 جنيه القديمة ما يدر ال 200 نور ال 100 أوكي. لكن هي محاولة مضادة للتخريب الحاصل في الاقتصاد. وأنا بالمناسبة بطلت ألوم الكيزان يعني لي فترة طويلة يعني رغم انه هو انا عارفهم مخربين لكن بطلنا النوم لانه احنا هسه قاعدين نجني في ثمار ثورتنا او حكومتنا جابت الثوره من اكتوبر او من سبتمبر 19 لها سنه هسه. فكل البوليسيز السايد افكتس الان دي يعني هم مسؤولين عنها بما فيها سماح للكيزان ان يكونوا اصلا بيمارسوا في التخريب. فما حدث يعني من انفليشن من سبتمبر لسبتمبر ده سبتمبر 19 لسبتمبر 20 سببه السياسات بتاعت وزير المالية السابق بموافقة رئيس الوزراء في تقدير متواضع ثم السير عليها بعد الموازنة المعدلة وسببه زيادة الأجور التي زادت الأجريجيت ديماند دون الأجريجيت سبلاي والتفاصيل زي دي. فأعتقد أنه تغيير العملة إذا كان ماشي في اتجاه إدخاله إلى النظام المصرفي هو حل سليم. أما إذا كانت بيعتقدوا على إنه قيمتها حتزيد بالتغيير فده كلام ما سليم. بالنسبة للمحور بتاع أيوة التضارب بتاع الإعلان والله يعني دي مثلا ممكن نقول إنه تغيير العملة ده هي الطوارئ الاقتصادية اللي كان ممكن تحصل مش كده؟ أتفق معك ما في ما يمنع إنه الطوارئ الاقتصادية كانت تكون شجاعة وتأخذ قرار زي ده. وأنا يعني حقيقة ما أقدر أكون سيء الظن في إنه ليه هم ما رضوا تغيير العملة حقيقة أنا ما أعرف يعني أنا يعني ما أدري أسيء الظن وأقول الحكومة قاصدة ما تغير العملة قد تكون دي IMF remedy قد تكون ما أدري أنا to involve in طيب lack of transparency يعني عدم الشفافية ده ذاته تزول اقتصادي وخبير اقتصادي واستراتيجي وقاعد في السودان أسي حاليا كونك تكون زيي أنا القاعد في قطر بعيد وزي سبنا القاعدة في هولندا بعيد ما عارف دي مش واحدة من المشاكل ما هو قبل شوية سبنا ذكرت إنه يا أخي الاقتصاد ده يعني السايكولوجي بتلعب فيه دور كبير جدا يعني عدم الثقة بالسوق ولا بالبنك يخليه ما يأخذ قروشي هناك أخذتها تحت مخددي إن شاء الله لو مت رشح إلينا إنه في اتجاه لتغيير العملة سريا هو طبعا برضو في جانب يعني سري لا بد يحصل. إذا أنا مثلا كحكومة انتقالية أعلنت يا دكتور إنه أنا داير أغير العملة حيقوم يحصل شنو بالجيم ثيوري حقوم أنا ككوز أو كمخرب أو كمضارب في تي نوت من الزمان حقوم اشتري اي حاجه ممكن اشتريها بالقروش بتاعي شنو عشان انا ادفر المليارات اللي عندي دي لبيرسون اكس 1. الكلام ده ما حصل من سبتمبر 2019 لحد ياسي هيحصل بصوره جنونيه في حال الاعلان وحاصل لكن هيحصل بصوره جنونيه في حال الاعلان يعني applying the game theory لأنه دي simple process ما دار لا أي تعقيد. أنا ككوز حافك القروش بتاعتي عندي مليارات قاعدة تحت المرتبة وفي تحت الخزنة والتفاصيل دي حقوم شيل كرين أشتري لي عربات حامشي سوق الذهب حاشتري ذهب حاضرب لي ناس الأمدوم وكل التجار بتاعين اللي نا حاشتري دولار مظبوط أضرب شخص يعني لا يعني بعد الشرع عليه طبعا مضروب في عدد الكيزان الموجود عندهم قروش يتخيل الأجريجيشن للديماند الكبير ده حيكون حيعمل شنو حيعمل ديستيربنس فظيع
في ارتفاع سعر الدولار لأنه في ديماند من غير عرض في سعر الذهب أعلى من السعر العالمي، هيكون الذهب أعلى من السعر العالمي، هيكون في بايفركيشن سينا كبيرة، بس زي ما قال الدكتور سبنا على جانب السايكولوجي الرومرز تمام. فالسرية في تغيير العملة مهمة عشان أنا أتفادى حاجة زي دي. والبيحصل شنو؟ بيحصل إنه يعني مفروض برضو بحسن الظن لو أصل الانتقالية الحكومة الانتقالية وزارة المالية مع رئيس الوزراء دارين غير العملة بيقولوا هسي يكونوا لابدين الآن بيضبط أمورهم بصورة سرية خالص، وفجأة يجونا في مع فيصل في مجلس الوزراء وفي سونا 1/11 آخر يوم لتغيير العملة، وطوال يوم بعده في التلفزيون تظهر صورة جديدة، هنا هتحصل كبكبة وكيوس فظيعة جدا. وطبعا أي زول حيكون الزول الكويس المناسب حيكون ماسك قروش عليه وحيوديها البنك حتى لو دفعوا 2.5% 3% تكلفة الدال، ما أظن حتكون مشكلة مع القيمة التعبانة للقروش دي. اللي حيتضايقوا هم المضاربين وعناصر النظام البائد، ديل حيقوموا يخلقوا ديماند، حيكون الكيرف حيقوم بصورة كينكي عالي فوق لأول يومين لأنه حيلقوا ضعف نفوسهم يتعاملوا معهم، لكن بعد شوية الناس حتفطن إنه أيوة دقيقة أنا ما هو الزول المليارات الداني قروش دي أنا ما حتدبس بي أنا حاوديها وين؟ فبالتالي I'll refrain from demanding or dealing. دي في الستيب في الإيتريشن الثاني في الجيم سيوري. أوكي؟ لكن لما أنا أطلع فوق أرفع سعر الدولار ب290 وجرام الذهب يبقى ب$52 وهو ب42 في العالم، والعربية أم 2 مليار تبقى ب7 مليار بس بسبب الديماند عليها لأنه في هجمة بتاع هنا، أعتقد برضو بيعمل devastating effect في الإيكونومي that will last for a while. القصة ما زي الموجة لما تجدع حجر في بحيرة الموجة بتنتقل كويس بتعمل ويف لحد it will take time to fade out تضرب الشاطئ. في الوقت ده في السنتر بتاع البحيرة أو في سنتر الطشت بتاعك لو عملت تجربة فيزيائية حيكون هتكون الأوزيليشن شنو بيقى زيرو. أوكي فأنا أعتقد أنه بحسن الظن إذا كانت الحكومة بتفكر كده إذا دائرة تغيير عملة يعني هي لابدأ نعم يعني إذا هم دارين يغيروها دكتور نور، أما نعم. إذا هم ما دارين يغيروها يخلونا نحن كده نعاني وننحرق فمخيرين يعني نعمل لهم شنو. مع الكلام بتاع حسن الظن ده وانتوا اظنكم الاقتصاديين ديت دائما ديزيمال وبعندكم ميول كده زي ما بيقولوا مش نقول سوسايدال ميول كده هنا اكتئابيه بصوره طبيعيه بحكم المهنه يعني الكلام ده ما كان نفسه الحسن الظن ده كان قبل سنه من الليله نفس حسن الظن دخلنا به يعني انا شفت لي بوست في فيسبوك في زولا كاتبه يوم دكتور عبد الله حمدوك ادى القسم قالت إنه والله يا أخي الليلة الدولار بي كده والليلة الحاصل في السودان كده والليلة كده أنا البوست ده حاجي وراجعة بعد سنة وسبحان الله قام شير واحد فعلا سعر الدولار كان ما أعرف كم 80 أقل من 100 ما أعرف شنو نفس الماتريكس دي لو جيت قارنتها الليلة بعد سنة حسن الظن بينتفي. وأنا قلت لك أكثر حاجة بتقلق بي إنك إنت كزول اقتصادي خبير وقاعد جوا السودان تكون في معلومة ما عارفة يعني السياسيين ولا الناس الأمنيين ولا كده الزول بيقول لك شنو؟ بيقول لك يا أخي أنا والله يعني في حاجات ما أسي المؤتمر بتاع إنه في خلية إرهابية وعندها متفجرات وكلام زي ده النائب العام قال إنه والله في حاجات ما هقدر أكشف عنها عبد الله حمدوك نفسه في المحاولة بتاعت اغتياله أو تفجير عربيته قال والله في حاجات ما بقدر أتكلم عنها. فإنت كونك ما عارف دي حاجة بتقلق بتخلي المارجن بتاع حسن الظن بيقل عندي أنا كمواطن عادي ولا شنو؟ نعم هو طبعا بالنسبة لنا عدم المعرفة ليس عيبا لكن بنبحث دائما نحن على المعرفة. أما من حتة عدم الشفافية فأنا أتفق معك نحن حكومتنا جبناها فهي حكومة ما شفافة والزول الما شفاف ده زول يا يعني إما خايف وبيعمل في حاجة غلط يعني أو بيعمل في حاجة يعني بيخايف أو خايف يعني إنه الشعب ينقلب عليه وكذا. في سبب ثالث اللي هو أنا بفتكر على إنه هم ما عارفين يعملوا شنو برضو لأنه الموازنات الحاصلة الآن واضح إنه العسكر متمكنين فيها تمكن كبير والجماعة المدنيين إحنا جبناهم ديل يعني ما كانوا بالشجاعة والبسالة الكافية قوة الشخصية اللازمة للتفاوض القوي مع العسكر والوصول واستمرار ما أسقط في يد لجنة التفاوض أيام نحن قاعدين في القيادة.
السبب الاخير طبعا احنا يعني انا قاعد في ليش تونسول. الفكره دي يا دكتور حسام؟ يعني اكثر من موكب 30 يونيو اللي فات، اللي هو انت لما دخلت معانا المره اللي فاتت كنت جاي ومكانتك بومبان وكده، يعني اكثر سبورت اكثر من كده يعني بيعمل لك شنو الشعب يعني؟ والله ترى احنا طبعا احنا السؤال ده وقلناه كتير بعد 30 يونيو وقلناه في 17 اغسطس، لكن احنا ما لقينا اسئله. وعشان كده انا يعني دائما احنا في حاجات when you don't know you start to hypothesize، بتعمل فرضيات then you check اي hypothesis بكل التفاصيل لحد ما يحصل filtering او sorting out للhypothesis. واسالنيته ليه حسوني الظن؟ احنا حسوني الظن في ظرف السنه فات لانه الحكومه دي جبناها احنا وعندنا اخواننا ماتوا يعني عشان الحكومة دي تجي. وأنا يعني ما برا يعني من الناس اللي فقدوا أحباب يعني أو شافوا الناس بيموتوا قدامهم يعني، بقى ما عندنا حل غير إنه ندعم الحكومة المدنية دي وندعم رأسها. لكن طبعا إحنا ما ماضين شيك على بياض، زي ما أنا قلت لك في واحدة من الجلسات معك يعني إحنا ما ماضين شيك على بياض، ومرحلناه ب 30 يونيو 17 أغسطس لما لقينا الأمور ما ماشية تمام. فبالنسبة لتغيير العملة، لو ما انا تو ابلاي المنهجية بتاعت حسن الظن والشك دي، انا بقول لك يا اما الحكومة شغالة انها تطبع عملة لكن will not declare الكلام ده عشان يتفادوا السيناريوهات انا تكلمت بها دي، او هم ما دايرين يغيروا العملة للتكلفة بتاعت العالية، هم داي انفليتنج التكلفة بتاعت يعني 600 مليون مرة ومرة يقولوا 400 وعشان ما تتزور لنا تاني. يعني اعترضنا قلنا لهم اقترحنا لهم يا اخي تكلف اي زول 2.5%، انا لو عندي 10 مليون حتشيل مني 250,000 مش كده 2.5%؟ شنو 250,000 الليله اللي انا لو ركبت بارك شمهين لحد الكوبري ما حيشيلها من سيد الركش؟ نوثينج. اللي عنده تريليون وهو زول كويس يعني مش تريليون مضارب حيدفع 250 مليون اعتقد اللي هي تريليون 1000 مليار. شنو 1250 مليون ل 1000 مليار؟ 250 مليون بالنسبة لي أنا أبو 10 مليون حاجة، لكن بالنسبة للزول اللي عنده 1000 مليار اللي هي تريليون ما حاجة. فموضوع إنه التحجج ب 600 مليون تكلفة والروس ده كلام ميت بيسوقني أنا الفرضية بتاعت إنه أصلا الحكومة ما دايرة تغير الوضع. وما دايرة ليه؟ Because this is a new liberal philosophy. هم دايرين not to intervene في الاقتصاد، ودايرين امور تشتغل بالميكانيزم المعروف ان احنا يعني عارفين انه سواء كان تعملتون فريدمان او افترضوا مارشال زمان او حصل له ديفلوبمنتس والحاجه دي دكتور سبنا ممكن توضحها او اتكلمت عنها ضمنا يعني. ف خيارين يعني الهايبوثيسز الثلاثه الاربعه دي صفوا لنا على اثنين، يا يعني اما شغالين سريا which is good احنا كلنا نعمل نايمين ما نتكلم بالكلام ده لحد ما الباب يظهروا لنا ويقولوا دايرين غير العمله يعني الحاله دي حنصفق لهم، او ما دارين يغيروا او نخليهم هم يدفعوا الثمن بتاعهم ونخلي الشارع يتكلم كلمته. زي ما انا حاختم لك هسه بالمداخله بتاعت المؤتمر الاقتصادي الان، لكن تغيير العمله واجب. بالنسبه للتضارب واضح انه ما في اتساق، يعني مثلا رشح في صحف الكترونيه ذات صيغه والله قالوا حيغيروا العمله من اشخاص احنا بنعرفهم عندهم ما بقولوا اي كلام، يعني انه فاجئ بالبراغ نزيل الوراق يقول له ما في كلام زي ده، وحمدوك يقول كلامه الرمادي بتاع كل مره محتاجين الى تشريعات. هي عمله شيء تشريعات، ما هو قرار الصوت قطع لو رجع كلمني، هو ديزاين بتاع عمله كرايتيريا بتاع عدم تزوير مضاد للتزوير، قروش بتدفع فاتوره مبدئيه اطبع شكرا إيه تشريعات. ال 200 جنيه الجديده اللي عملها اسمع بنسميها حمدوك نحن في السوق دي ما طلعت بتشريعات، طلعت 200 جنيه بس خلاص، وهي كانت طباعه اصلا طباعه عشان يغطوا الاشكال بتاع البدوي بتاع زياده الوجوه. فده كلام ميت يعني، لما يجي كلام زي ده برضه بيرجعنا الفرضيه بتاعتي انه نحن ما عايزين نطبع العمله، عايزين نخليها كده او نغير العمله. ف انا حقيقه اي دونت نو، بعتقد انه ما عيب انه الواحد يقول انا ما عارف، وده ما تخصصي، وياتيك بالاخبار من لم تزودي زي ما كان بيقول النبي في بيت الشعر، وبنعرف تمام. فبالنسبه للمحور بتاع رفع السودان عن قائمه الدول الراعيه للارهاب، طبعا ده كلام مهم، انا دائما بذكرني بالعقوبات ايام الكيزان، وانا من 2018 بتكلم حتى في القنوات بتاعه الكيزان كنت بقول على انه اصلا الحصار ولا العقوبات ما كانت اشكال، لانه لما حاصرونا احنا سنه 97 بعد ضربه الشفا ايام كلينتون، والوقت ده كان عبد الوهاب عثمان كان موجود، احنا كنا طلبه،
ولكن البترول طلع، حصل استقرار في المعايير الكليه الاقتصاديه. ليه؟ لانه عندنا صادر، لانه الاقتصاد كان شغال ونحن كنا محاصرين، وكنا كشعب لا عندنا سبيرات طيارات ولا عندنا جيرنالز بتاع الجامعات بتجينا، وكل المنيو بتاعت الحصار او العقوبات الامريكيه. ايه اللي حصل؟ جينا هنا كان ب 2000 ونص يا دكتور نور، انت مذكر كلام زي ده؟ دكتور سبنا ممكن تكون مذكره يعني، مذكره يعني. فالموضوع بتاع العقوبات الامريكيه ده يعني انا بفتكر انه برضه ما سبب اساسي في الملتي في السيفرال فيريبل فانكشن اللي قدامنا ده. انا حسام الدين بعتقد كده. هو صح يعني بيخوف اي زول من المدرسه بتاعت النيو ليبرالز، باعتبار انه هي المكنه الامريكيه لازم يكون عندها كومباتيبلتي معها، تو بي كومباتيبل معها. لكن طيب هي بروسس، وترامب قال لهم كده، والناس دي ما حرفوا العقوبات في ساي يعني. دي ناس انتوا كلكم بتعرفون يعني، دي ناس استراتيجيين، ما ناس طيبين زينا كده وناس اجاويد وشاي وجبن يعني. لما انا اجي اعمل اكشن انا بدرسه كده بكميه، يا ربي انا استفيد من السودان ده كيف قبال ما ارفع عليه العقوبات يعني. وما بيهمني الثوره، طلع لنا انه الناس ديل ما بيهمهم الثوره، ما همهم اخوان الماتو ديل، ولا همهم النبل والعظمه بتاعت الثوره ولا اي حاجه. هسه الليله برهان سافر ليون عشان يتكلم معه في التطبيع، تيت فور تات، دي او دي قصاد دي. فا اتس ا بروسيس. اثنين، كل التجارب بتاعت الاي ام اف وما وراء الاي ام اف من دول بتورينا على انه الاي ام اف عنده استراتيجي قبال ما يخش في اي بلد، انه لازم يوصلك مرحله بتاع الدروخه فظيعه. ليه؟ لانه لما يجي خاشي ويرفع العقوبات مثلا وانت تستوفي المعايير بتاعته، هو بكون عارف المعايير دي ليه، بتكون الدنيا جايطه، بيكون في نهبه في العواصم، وبيكون في قتل، وبيكون في انفليشن دقه 4 أصفار زي بتاع فنزويلا، وبيكون في قصص. فبالتالي انت بتكون يعني very submissive to sell your resources at a cheap price أو the cheapest price. إذا كان الجرام ب 42 الدولار تحديه ب10، انت داير قروش، داير دولار الحقك، داير هوا يجي خاشي. إذا كان البرميل ب 72 برا انت حتبيعه ب 20 دولار. إذا كان طن البطاطس بكده انت حتبيعه كده. إذا كان طن النحاس ب 100,000 دولار انت حتبيعه ب 30,000 دولار. دي الاستراتيجية بتاعت الاي ام اف. فرفع العقوبات ذاته لما يحصل الليلة لو احنا شلنا فاتحة يترفع العقوبات. الاي ام اف ده له من سنة، من 6 شهور لسنة تيفالويت البروجيكتس اللي احنا قدمناها أو قدمتها الحكومة، والتي هي زي قريب 100 مليار دولار تقريبا. علما انه الاي ام اف رايت ناو، الاي ام اف هسه في قاعدته قادر على انه يدي اي عضو تريليون دولار رايت ناو، يدي تريليون هسه كده بس صندوق النقد الدولي مش كده. ده الاي ام اف، ده الاي ام اف فيري ريتش. الموضوع ما عنده صله بالقروش، الموضوع عنده صله بالبوليتكس، عنده صله بالاستراتيجي، وعنده صله بانه لابد احنا نكون قاعدين في الفلك بتاعه. والكلام ده ما كلام بتاع يساريين ولا كلام بتاع اسلاميين، ده كلام بتاع الناس بتاع التنميه، اقتصاديين التنميه في الدنيا كلها نو ذيس فاكت. واعتقد ان احنا ما عندنا اشكال. طيب ملخص، احنا ما عندنا مشكله نشتغل مع الاي ام اف، احنا عايزين تو بي انتجريتد في النظام الدولي، لكن احنا لابد نجهز، لابد نجهز عشان الاي ام اف ده لما يجي احنا ما نفقد سيادتنا، ما نفقد ثورتنا. لابد تكون موضبين شويه عشان احنا نخلي للاجيال اللي بعدنا يعني فرصه ذاته ديجنيتي انه يعيشوا بها يعني، عشان ما نكون احنا طوالي جيل مسلم جيل زي ما سي حاصل الان. ما هو الاي ام اف ده جانا في والوورلد بانك جونا مع مرغني حمزه في 66 في انتقاليه، جونا مع عوض عبد المجيد في 86 مش كده، وجونا مع البدوي في 19. ايه اللي حصل؟ هم ذاتهم بالمناسبه الموضوع ده ما جديد، الوضع ده بيتكرر. حصل 66، وممكن الناس ترجع لادبيات الاقتصاد ووجود الاي ام اف والوورلد بانك في السودان. ما حصل يوما ما ان في فتره انتقاليه الا جابوا لنا وزير ماليه من حزب الامه او من الاي ام اف او من الوورلد بانك، تمام. وبهناك بيكون الشيوعيين شغالين برضه في لن تحكمنا البنك الدولي والمسائل دي، والاستقطاب والبولاريزيشن بيكون حاصل. شاهدنا على انه البوليسيز دي ما نجحت، اما ادت الى انقلابات او الى اضطرابات في الفترات الانتقاليه او الى اضطرابات في الفترات الديموغرافيه. فبالتالي this is the IMF. فموضوع يعني الاي ام اف انا اسوسييتد بيترفع العقوبات، ما اعتقد هو الاشكال ما لم نحن برضه نشتغل ان بارلل على بيلدينج اور اون كابابيلتيز. اثناء ما نحن شغالين هسه كتر خيرهم مشوا وشوفوا الوضع شنو في ابو ظبي،
دكتور حمدوك سافر قابل كاميرون هاتسون اول من ما جاء. جود افورتس. طيب ان بارلل، ان بارلل اشتغل على بيلدينج يور اون كابابيلتيز، لانه الموضوع ده سيناريوز، ما هو الاقتصاد بدائل. اها اف نوت بيحصل كده. يعني انا بس يعني قافل بالاتو على رفع العقوبات، وانا شعبي اسي، انا جاي من صف بتاع عيش طوله 3 كيلو. طيب الناس دي لو طولوا باله، واصلا حيطولوا باله، يعني ما حيدونا قروش. يعني نحن ما توقع شهر واحد حتجي مليار دولار او 10 مليار دولار خاشه كده ساي، ما بتخش. والكلام ده ما بقوله متشائم، بقوله عن دراسه للبيهيفير بتاع الاي ان اف. فلازم نشتغل على بيلدينج اور اون كابابيلتيز عشان ما نفقد المومنتم بتاع الثوره، عشان ما نفقد التفاعل بتاع المواطن وعقيدته فيها. الليله انا بس كنت داير نقول لكم، وانا قبل جاي من الشغل وجاي من هناك، كنت داير نقول لكم حوار بس كان حاصل بين اثنين، انا لا اشك في دعمه للثوره، واقفين في صف العيش. الناس مستاء، الناس مستاء، وشباب يعني، ما ناس اعمامنا كبار. معلش بس انا في، لانه الاي ام اف في تكررتها كثير، مرقوا معانا المواقف كده. وفي ناس، في ناس يعني فقدوا، اللي هي صندوق النقد الدولي الانترناشونال مونيتري فاند كده. نعم. طيب اما من الناحيه، يس ابسولوتلي يا دكتور، اما من الناحيه الايجابيه طبعا بالتاكيد، يعني في العالم في حوار، انا قاطعتك معلش، في حوار بيني فيه. ايوه الحوار، الحوار بيدور عن، انا بحاول اضرب مثل على انه الثوره بدات تفقد شعبيتها، ودي طبعا اكثر حاجه مؤلمه لنا بالنسبه لنا كشباب، انه الثوره تفقد شعبيتها، لانه ده تعبنا، يعني ده تعبنا وشقانا، وعندنا اخواننا احنا يعني دمهم في خشومنا لحد هسه يعني. لكن ما بتقدر تقول حاجه، انا اقول شنو؟ انا واقف في الصف، يهودي نفس الصفوف اللي بدت في اخر 2017 اللي احنا وقفنا فيها، ومس أزمة السيولة في 2018، بس المرة دي ما في أزمة سيولة، تمام؟ ونفس صفوف البنزين اللي وقفنا فيها في بداية 2018 وتواصلت لحد ديسمبر، كويس؟ ونفس الحال، إذا معناها إحنا ما مشينا قدام، وما أعتقد إنه السبب إحنا محاربين والتركة مثقلة وسنعبر وبس. طيب أنا I shouldn't يعني أمارس ما يسمى ب بتيشيو برينشيبي، المصادرة على المطلوب. أنا أصلاً جيت عشان أحل الإشكالات دي، مش عشان أتحجج بها. أنا جيت عشان أزيل العصير، أنا جيت عشان أحل الإشكالات. ما 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 it's no more accepted إنه أنا أتحجج طوالي بإنه أنا تركتي مدخلة. ما أنت جيت عشان تقول يعني to design solutions and to implement them. فأعتقد إنه إحنا ما شغالين أصلاً يا دكتور على موضوع building our own capabilities، راهنين روحنا على رفع اسمنا من قائمة الإرهاب. ورو رفعوا اسمنا من قائمة الإرهاب، ما تتوقع طوالي بكرة الألمان نزيمس والكتير حيجوا طائرين بطيارات زي البيتزا ديليفري، حيجيبوا عدتهم، ولا يعني حيجوا الأمريكان نفسه الناس كل شركاتهم يجوا يشتغلوا، ولا الإنجليز حيجوا، ولا الفرنسيين، وإحنا حنطوالي نربط العقالات ونوالي. This would not happen. الأمور ما بتمشي بالطريقة. هم عندهم طلباتهم، عندهم حاجاتهم، it will take time. طيب قبل أنا في ورشة، ومبارح كنت في ورشة، قلت الاضطرابات بتحصل وين؟ عليش يعني الورشة كانت عشان بس الورشة بتاعت اقتصاد، الورشة بتاعت مشاركة مقاوم في وزارة المالية اللي بتتعلق. انت كنت مدعو، كنت مدعو للمؤتمر الاقتصادي؟ كل لجان المقاومة كانت مدعية، مش شخصي انا حسام الدين. لا تنسي بس عشان نفهم برضو انه نعم انا نعم في دعوة للجان المقاومة، كانت في دعوة للجان المقاومة، وكل مقاوم يأنس في نفسه التخصص في الاقتصاد يعني فتحت له الفرصة، وحضرنا ورق تقول الان في صفحتين بديكم الرابط، وفي شباب من بري، وفي شباب من مقاومين، حتى في ناس مقاومة المؤسسات، المقاومة معريضة يعني، هي ليست الشكل التقليدي اللي احنا شايفينه اللي هو شكل المواكب والشباب اللي كنتوا بتشوفون في المتاريس وفي القيادة وكده. المقاومة مفهوم عريض، في مقاومة داخل المؤسسات، احنا ذاتنا داخل مؤسساتنا ممكن نكون مقاومين وكده. فتكلمنا عن اللهم صل على سيدنا، فقدت I lost the thread. تكلمنا نعم، كان في الورشة القطاعية بتاعت المؤتمر. أيوة في الورشة القطاعية تكلمنا عن لحظة اللي هي النقطة شنو؟ أيوة على إنه العقوبات نفسها، العقوبات نفسها will take time، will take time عشان إنها تترفع. في الوقت ده أنا I have to be ready in building my own capabilities. ف let's go in parallel. احنا let's go in parallel، ما نستنى، نمارس بعض الدبلوماسية، ايوه نشتغل مع دول لا تهاب قاعدة يعني لا تهاب الـ SST اللي هي قائمة الدول الراعية للإرهاب.
مؤخرا هسه على الدوله جابت الحكومه التقاليه جابت قطارات من الصين. طبعا الصين ما بتخاف من الليسته دي لانها هي قوه عظمى. عدد الدولارات في الصين اكبر من عدد الدولارات القاعده في امريكا، يعني من بديهيات الناس عارف الميزان التجاري بتاع امريكا الصين مختل لصالح الصين. فالتحجج بحجج شاكله انه مثلا الصين او التوجه نحو الصين قد يخرب لنا الموضوع بتاع رفع العقوبات او قد اخره، اعتقد انه هذا بيزيد من الصرف بتاع الامريكان في ضغط انا بفتكر انه ضغط الشعب مش ضغط الحكومه. احنا من عين اللي روحنا عليه انه يعني مواردنا حتنهب. وايوه في الوقت بتاع نهب الموارد ده، ايوه الاضطرابات بتحصل، وين ذكرت راس الخير، الاضطرابات يا دكتور بتحصل في الوقت اللي بيحصل فيه ما بين اعلان تطبيق سياسات الاي ام اف وارتقاب نتائجه في دلتا اوف تايم، هنا تطول او تقصر. في الوقت ده الشعوب ما بتتحمل، بالذات اذا شافت انه ما في شغل على قضايا ثانيه زي قضايا العداله، زي قضايا الاصلاح بصوره عامه، زي الملف بتاع التقشف اللي ذكرته دكتوره سبنا، تمام، زي ظهور بوادر تمكين جديد مثلا داخل الانتقاليه، وكيس ضد التمكين القديم، تمكين كاونتر للتمكين. فالوقت ده هو اللي بيطلع الشعوب، وطلعوا الشباب البرازيل وبوليفيا والاكوادور في 2019 وشيلي كولومبيا برضه، ليه؟ لانه كانوا مرتقبين حدوث اصلاحات عاجله. التمسناه ونحن افاضل على انه الحكومه الانتقاليه بتراهن على عاطفه الشارع وصبره اتجاه الانتقاليه، باعتبار انه الثوره دي هو الجابه. الشعب لازم يصبر عليها زي ما صبر 30 سنه على الكيزان، وبالتالي هو لازم يصبر ويتحمل، وانه الاصلاحات الموجوده الان هي جزء من عمليه الانتقال. طيب ذاتس از اكسبتد، لكن لابد انا اجتهد، انت تجتهد وتوريني على انك شغال في القضايا اللي انا جبتك عنها. اوكي، قضايا الاصلاح انا شايف انه العساكر متضرعين بقروش البلد، يعني هم كلهم 500 الف مقاتل، 70 الف مسلح من الدعم السريع، مستمتعين بموارد حق 43 مليون. شنو عملت لنا في الحاجه دي عشان انا اصبر؟ انا بصبر لما اشوفك انت جد. يعني شنو عملت لنا في الضرائب تتعلق بقريب 400 شركه رماديه اللي هي مزيج ما بين الشركات الامنيه العسكريه وشركات على المواطنين، اوكي، او خاشفه الدعم السريع، عملت فيها شنو؟ دفعت ضرائب؟ رفعت الجهد الضريبي من 5 ل 20% مثلا؟ هل في شغل زي ده؟ شنو حصل في المجال بتاع معاقبه القتله؟ ملف العداله لا ينفك. احنا دائما احنا يعني اتكلمت على انه احنا كمقاومين بنشوف على انه المنظر هو لاندسكيب كبير، ما هو الملف الاقتصادي بس، هو الملف العدلي برضو. عملت لي شنو في الموضوع بتاع اخواننا اللي ماتوا في القياده؟ عملت لي شنو في اولاد مسبحه اولاد اللوبيه؟ عملت لي شنو في الجماعه اللي قبضونا امبارح عشان عملنا وقفه ناس دعاء والمجموعه دي؟ عملت شنو في التفكيك بتاع المنظومه الاسلاميين داخل الجيش؟ عملت شنو في تفكيك اسلاميين داخل الشرطه؟ عملت شنو في تفكيك اسلاميين القضاء؟ تمام؟ الملفات دي اذا انا ما شفتك انا كمواطن اشتغلت فيها، انا ما ححس بكرامه وما حابدا اتفاعل مع انتقاليه، وحابدا اسمع الكلام اللي انا بسمعه في صفوف البنزين وبسمع في صفوف العيش والحاجات زي دي. انا عايز اقول لحد ما قبل ما اخش في النقطه الرابعه، تحليل عام الوضع الاقتصادي، على انه الانتقاليه دي عشان تحافظ على نفسها لابد تتعب شويه وتغير المودا سوبراندي، تغير طريقه الشغل بتاعتها، تكون اكثر مباشره، اكثر استقامه، اكثر وضوحا، اكثر شفافيه، وتخش المعارك اللي هي ما عايزه تخشها دي، سواء كان معركه التفاوض مع الجيش، معركه الاصلاح الحقيقيه، واذا غلبت تطلع تقول لها احنا يعني غلبتنا، وبالتاكيد احنا حنقيف معاها زي ما تفضلت انت بالذكر، زي ما وقفنا معاها في 30 يونيو، زي ما وقفنا يعني مصوبين لها في 17 اغسطس. فده اللي انا عايز اقوله فيما يتعلق ب قضية رفع الدعم، قضية الإرهاب، ورفع السودان من لائحة الدول الرائعة للإرهاب، وما يترتب عليها من دخول للآي ام اف وكده. مبدئيا الفكرة جميلة، لكن لازم أنا أشتغل على building capabilities وأخذ السيناريوهات بي و سي في حال إنه طال التفاوض معهم، طال تأخرهم، حسيت إنهم حيضغطوني وحيسببوا لي ثورة وعدم استقرار في الانتقالية مما يسوقني إلى انتخابات مبكرة، وبالتالي طفول الكيزان على السطح، انا خير برضو اكون جاهز، اش جاهز اشتغل مع الصين، اشتغل مع روسيا، اشتغل مع دوله ما بتخاف منهم، اشتغل ساوث كوبريشن، ابدا شويه شويه. انت تجتمع باستراتيجيين وباقتصاديين وتقول لهم يا جماعه نعمل شنو اذا الامريكان ديل ما وقفوا معنا، نحن حاسين. اما انك انت تهمشهم، تهمش الخبراء ديل
وتكفي بس قفله واحده سنجل تشويس، ما هو يا كده يا ما في حل. والكلام ده الكلمه دي قالها دكتور حمدوكو باكر، قال ما هو غير كده ما في حل، يعني غير انه احنا نترفع من قائمه الدول الراعيه للارهاب، الارهاب ما في حل. انا بقول في حل، امشوا في الاتجاه بتاع اللي انتم ماشيين فيه، لكن اشتغلوا على سيناريوهات ثانيه. طيب التحليل الكلام ده نفسه طبعا يعني وقعنا فيه في الميزانيه بتاع الدكتور ابراهيم البدوي، انه الميزانيه معتمده على قروض ولا هبات هتيجي من برا، وصلت ل 40 ولا كم 40% وما في حاجه منها جات، وقعدنا مطهمين مش كده؟ طبعا ده برنامج تكلمنا عنه، اللي هو طبعا دي من أسوأ حاجه ممكن يمارسها اقتصادي مبتدئ، انك انت تبني ايرادات موازنه على 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 هبات متوهمه ما مقبوضه في اليد، على عصافير في الشجره. 53% من الايرادات من الجانب الايمن مبني على قروض وهبات، والساده المانحين ما ادونا لانه ما كانوا واثقين في اداء الحكومه، حتى الحكومه الجديده. هل تعلم دكتور على انه هسه على الهلال القطري احمر القطري والظبياني بيوزعوا الحاجات بيدهم؟ هل يعني ما واثقين في الحكومه؟ مش انتقاليه وجبناها احنا بالدماء؟ ما واثقين فيها. هل تعلم على انه ال 1.8 مليار دولار اللي هي نصيبنا في السنه دي 2020 والنصف الاول من 21 من مؤتمر برلين حيجوا شايلين 600 مليون دولار منها بنصهم هم، الكلام ده صار في التصريح، شايلينها في شنط مشروطه ما حيدوها لوزاره الماليه، حيجوا شايلينها بيدينهم ال 1.2 الباقيه مليار و200 مليون اللي دي عينيات حتيجي لحد الربع الاول من 2021. انا داير اقول لك انه ما في ثقه. انا كدافع ضرائب خواجه انا ما بديك قروشي وانا نص اقتصادك انا ما شايفه. والكلام ده قلناه قبيل برضه امبارح قلناه انه ما تتوقعوا الاي ام اف ولا الامريكان يعني يرفعوا ما لم يشوفوا اقتصاد الدعم السريع والقوات المسلحه في الموازنه رسمي. وهم طبعا شايفينه لانه دولار، هم ما شايفينه بيمرق بسواكن، عارفين انه ما الامريكان اي دولار حاين في الدنيا شايفينه عندهم التريسنج كابابيلتيز حقته. فاذا انا ما ظهرته في الموازنه انا ادي قروش ليه؟ انا ادي قروش ليه عشان تمشي تعمل بيت كوبايه جاز للتاتشرات مثلا؟ انا ما بدي قروش. يا انا اجي شايله بيدي اقول لك خدها هنا في المستشفى، هنا في ري، هنا في مدرسه، هنا في زراعه. لكن انا ما بديك ليه عشان انت تنزل لي في السوق العربي تشتري لي بيع ما حديك ليه. فاعتقد ده برضو يعني حاجه مهمه على انه ابتناء المنح المتوهمه. هسه في الموازنه بتاع دكتور هبه الثانيه طبعا انخفض التوقع والمنح والقروض اخذت وضعها الطبيعي. يعني ما حصل فيها مبالغه زي ما حصل فيها دكتور البدوي. طبعا لكل انصار البدوي انا بقول على انه الاوفر استيميشن للايرادات المتوهمه دي خلق طباع، لانه احنا فوجئنا كويس، لانه هو بنى فوجئنا انه نحن قروش ما جاتنا اتخلعنا ورفعنا المواهي 5.6 في مره تمام، بالتالي حتي من وين؟ هطبع. طبعت عملت ديفالويشن بس احنا قاعدين في اسعار الديفالويشن. واعتقد انه من المعضلات توضيح الواضحات او اثبات المتناقضات في الحاجه زي ده، ده كان خطا ممكن يدرس في الجامعات ويتكتب فيه بيبرز يعني. وده كلام كان ما سليم يعني. زياده الاجور على الطاقه ما حاجه كعبه بنسبه قدر ايراداتك، لكن لما انت تعمل ازاله بتاعت اجور بنسبه اكبر من ايراداتك وترهق البنك المطبعه بتاعت القروش في البنك في صك العمله، هعمل اجريجيت ديماند اكبر من اجريجيت سبلاي، هرفع الاكوليبريم بتاع البرايسز والدنيا كلها حتجن، هيكون في برايس مانيا، كل الناس هتبدا زي الاخر المصارعه بتاعت المانيا، اي زول بينطط واي زول بسعر براو في اربع اسعار في الشارع والقصه حتفوت. وده الحاصل رايت ناو هسه في السوق كريزلت من السياسه بتاعت البدوي. وكقفشه سريعه فوجينا انه الليله هو موجود في المؤتمر الشبابي الاقتصادي، انا ما اعرف بقول شنو، لكن المهم هو جاي اتكلم معه وما اعرف، انا اعتقد على انه هو ده جزء من الراهن هتكلم معه في المحور الاخير. معلش يا دكتوره نعمه، على انه واضح انه الراهن الاقتصادي الان على انه الدوله الحكومه الانتقاليه تخشى اي ما خشيه من الشباب فيما يتعلق برفع الدعم الذي يعني اعلن لنا في المؤتمر الاقتصادي 26 27 28. حيتم خلاص اعلان تطبيق الحزمه الاولى من رفع الدعم عن الوقود على القفز التجاري، وحيحصل بدايه رفع تدريجي لسعر الصرف الرسمي. طبعا ده عنده امبليكيشنز فظيعه على السوق، واعتقد انه الاسر حتتضجر والاسر تدفع باولادها وتسالهم اللي هم شباب المقاومه، فحصل لهم تنوير قبيل عن صعوبه الانتقال
وعن يعني الآلام الممكن تحصل. فبذلك كان في نوع من النيوتراليزيشن اليوم على إنه ما يعني يصبروا شوية. تحييد ده الرهن الاقتصادي الآن. تحييد الشباب. نعم. من الأفعال المضادة. أنا أعتقد إنه يعني البنج ما حيفك طوالي. البنج ما حيفك طوالي. لكن هو حيفك. وبعد كده الناس will think what to do. هل نترس ولا هل نصبر ولا هل المقاومين المرة دي حيكونوا أصحاب القفف؟ لأنه أسي الشباب اللي إحنا قبل شفناهم دي هم معظمهم عاطلين عن العمل يعني 46% منهم عاطلين. فبالتالي هو ما حيكون يعني عنده تاتش دايركت مع السوق، ما بكون عارف السكر وزيت بكم، لكن أبوهم عارفين، أبوهم عارفين كويس. فهم لسه شباب جامعيين أو خريجين لسه يعني في مرحلة التخرج، المعظم دي الكتلة الحرجة المؤثرة حقيقية يعني. بس الشهداء دي كله شفتهم كلهم في رينج عمري متوسط زي 24-25 سنة. فهم دير الآن عمرهم 26-27 سنة، هم دير المستهدفين الآن بالمؤتمر بتاع الشباب الاقتصادي يعني كنوع من التبصرة وكنوع من التحييد. يعني نحن نصبر نشوف، لكن أنا أعتقد إنه الدنيا دي كلها ما تحملت السياسات الكاوية بتاعت الـ IMF التي لم يسبقها أي نوع من الإصلاحات. وتكلمنا عن إصلاحات كثيرة في كم جلسة، تكلمنا عن إدخال المنظومة العسكرية، رفع الجهد الضريبي، تكوين الشركات الحكومية اللي بتصدر عشان تجيب لك دولار، عشان تقلل الميزان التجاري، عشان تقلل لك الفرق بين سعر الصرف الرسمي وبين السوق السوداء، وا 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 والكلام ده كله بيجينا نسمعه زي جدول الضرب يعني. إذا الإصلاحات دي ما حصلت، فبالتالي ما بكون في أي مبرر إنك أنت تعمل الإجراءات الكاوية بتاعت الـ IMF وكده. طيب الراهن الاقتصادي الليلة في 21 سبتمبر الدولار يتراوح ما بين 235 ل 230، التضخم 167% بمقياس بروفيسور هانكي باستخدام البي بي بي 286% بالباريتي بالشيس باريتي، بالسي بي اي بيعمل 186% 167% في ترقب في امل يعني زيارة البرهان لأبو ظبي حدث انه في امل إن يكون في رفع عقوبات قريب يترتب عليه رفع العقوبات. بالتأكيد رومر إفكت زي ما قال الدكتور سمنا حيأثر على انخفاض الدولار، طبعا ما حينزله بمية جنيه يعني بين عشية وضحاها، لكن على الأقل بينزل بيفرحنا شوية. في ترقب للتصريح بتاع الدكتور رهيبة امبارح بعد ما شخص ضعيف يعني ألقى كلمة صغيرة عن مؤتمر الشباب، ظهر الدكتور رهيبة وقالت القنبلة المدوية بعدين شهر 12 حيكون شهر فاصل، وهذا كلام خطر طبعا يعني رومر افكت زي ما قال الدكتور سبنا، ده كلام خطر يعني. الناس حيكون مستنيين شهر 12 ما معروف يحصل فيه شنو يعني، القيامة حتكون فيه هلا حيكون في رفع دعم الجالون حيبقى 300 في اكثر يا دكتور حسام. في اكثر من يعني ناشط بيذكروا انه دكتوره هبه عبر التصريحات بتاعتها في المؤتمرات الصحفيه الاعتذار للقوات المسلحه ما استلمت رواتبها في وقتها، إنه والله الوزارة الخزائن بتاعت وزارة المالية خاوية، بيقول إنه الرسائل دي ما للشعب السوداني وإنما الرسائل دي لجهات خارجية. يعني صراحة كده أول مرة تسمع الكلام الزول ما بيؤمن بمنظمة المؤامرة وكده، بيقول يا أخي ده كلام ما صحيح. لكن لما تتكرر الحاجات يكون عندها تأثير علينا داخليا ونحن ما فاهمين الحاصل شنو. هل حاجه زي دي هل ممكن نكون احنا جزء من كونسبيرسي؟ هل في نظريه مؤامره شغاله هسه حاليا في ناس شغالين بينا زي مسرح العرايس كده ونحن قاعدين ما فاهمين الحاصل شنو؟ والله انا عندي تفسيرين يعني. اول حاجه دكتور ايفا هي سيده انيقه جدا وسيده بسيطه، وكثير من تصريحاتها هي يعني فيها لا تخلو من بساطه يعني، هي بساطه اكثر منها خراقه يعني، ما بتكون قاصده التفصيل ده. فيعني اعتذار الجيش ده اعتقد انه عنده صله بالقروش يعني، المطبعه شويه ما كانت طلعت القروش في مواعيده، فده اشكال. اما بالنسبه للكونسبيرسي هو نازل واضحين جدا يا دكتور، هما نازل اوضحهم دكتور البدوي يعني، وبس هما ما قادرين يعني يواجهوا الشباب ولا يواجهونا يعني بصوره لفظيه. اما من حيث الافعال فالافعال صريحه، الافعال صريحه يعني. اي سياسه اصلاحيه تتبع النموذج السوداني المميز هم ما عملوها،
هم عملوا سياسة حقتهم اللي هو زي ما قال عاجبني جدا تحليل الدكتور سبنا بتاعين، هو ده القرار في الجامعات يعني، وما عندهم حاجة يعملوا، هو قرار في الجامعات وحطروا فيه واشتغلوا فيه وما بيفهموا غيره، ثم انهم ما عاشوا معانا هنا في السودان كثير عشان يفهموا يعني. انت لما تعيش في المعمعة الكلام اللي انت قريته في الجامعة بيتطور وبيتحور الى سوليوشنز خلاقة، تمام؟ فبالتالي هم ما عندهم غيره. انا بالنسبه زي ما قالوا الطلاينة، من نظر الى الناس بعين الحقيقه عزرهم، ومن نظر اليهم بعين العلم حقرهم. فنحن محيرين الناس، نحن متعاطفين معهم في انه هم ما عندهم حاجه غير بيعملوا فيها ده. ما هو الناس يشتغلوا في اليو ان والورد بانك والاي ام اف، يعني حيقولوا شيء يعني حيطبقوا نظريات من نظريات مثلا بتاعتنا احنا اللي بنتكلم عنها دي، ولا حيقولوا حيطبقوا الماويه مثلا ولا اللينيه ولا الكيم ايلسونجيه؟ ما هو الاي ام اف والورد بانك معروفين فيها شنو، انت بتخش يحصل لك برين ووش، يحصل لك مايند سيت مختلف تماما ما بتقدر تتفكر منه بعد 5 6 سنين. ف ذيس از وان، فمن حيث انهم واضحين ما في كونسبيرسي، والناس دول واضحين وما عايزين ياخذوا اي نوع من الاوبتمايزيشن، يعني حال في الوسط تولف لنا نوع من الكاستمايزيشن او التيلرنج الحلول ما عايزين. والمدرسه بتاعت الحريه والتغيير يعني في المدرسه بتاعت الحريه والتغيير الحلول بتاعت الاصلاحيه انا اعتقد انها متوازنه. اما المدرسه طبعا اليساريه شديده اللي مدرسه الحزب الشيوعي مدرسه واضحه جدا، وهذه المدرسه بتاعت الحساب الشيوعي في الدنيا، واعتقد انها من الصعب انك انت تطبقها الان في الوضع اللي احنا فيه ده يعني. ولكن المدرسه اللي هو يعني لجنه اقتصاديه بتحاول تقعد تصل الى نقطه وسط خلال السنه اللي فاتت دي كل لا من التجاذب والاستقطاب ما وصلت معه نتيجة، واعتقد برضو ضيع من زمننا كثير يعني. كيف في النهاية انتصرت الإرادة بتاعت او القرار بتاع الحكومة الانتقالية ونشزوا بغوسين على اللجنة الاقتصادية ومشوا الكلام بتاعهم وبعض الكتل داخل الحرية والتغيير باي ذا واي، زي كتل نداء السودان على رأسها حزب الأمة والمؤتمر السوداني، ده من الناحية السياسية الآن. والحاصل ده هم ده كلامه يعني، هم متفقين معه، ودي أحزاب من بدري هي توجهاتها من الثمانينات بالنسبه للمؤتمر السوداني او من الخمسينات والستينات بالنسبه لحزب الامه، توجههم راسمالي معروف ولا يؤمنوا بالحلول الخلاقه وكذا. فاعتقد انه الراهن السياسي دكتور الاختصار هو راهن ملتهب يعني. هسه الربع الاخير احنا متوترين يعني حقيقه، القراءات الاقتصاديه ما مريحه. هنقول توصيات بس، يوم حنمشي الغاعة حنقول توصيات، أنا متأكد حيكرفسوها كده ويجيبوها وحيدرسوها حيعلقوها، حنكون يوم جميل جدا، حنتصور وحيتجي القنوات وحنسمع كلام جميل جدا، حيطلع علينا رئيس الوزراء حيقول كلام كويس، ورعاة المؤتمر الاقتصادي وناس الحرية والتغيير زي ما كنا بنسمع كل الكلام من سنة 56، وحيظهر لنا مفروض إذا نحن حسنين ظن يظهر لنا في 2021. لكن الربع الأخير بتاع 2020 ده هيكون ربع صعب يعني، البنزين فيه حيزيد، العيش التجاري حيظهر، العيش المدعوم الان حينقص من 60 جرام بالمناسبه، بس هو ما 80 جرام هو نقص من 8 يعني 2 جنيه ما بتجيب 80 جرام بسبب الانفليشن، قاعد تجيب 60 65. انا متوقع انه هو ال 2 جنيه حيجيب ال 40 القديمه، تمام؟ والسوق الاسود لن يقف ما دام انت عرض الدولار بتاعك في السوق متناقص او ثابت، السوق الاسود حيكون موجود بالنسبه للجاز للمحروقات، والتهريب اللي هو دي الفزاعه الكبيره برضه قد ما يتوقف يعني. فساتيريس باريبوس زي ما نقول احنا في الاقتصاد، ساتيريس باريبوس، نتمنى انه نكون احنا غلطانين. دائما بقول انا اتمنى انه اكون مخطئ عشان في الوقت ده ان شاء الله تجينا هبات من الدولار شويه تخفف على الناس نتاج زياره البرهان والتطبيع والكلام هسه متداول يعني. نعم، شكرا لك. شكرا جزيلا دكتور حسام، وشكرا جزيلا دكتور سبنا. عندنا اسئله صراحه في الشات عميقه وكثيره، فبس يعني عشان 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 الناس يعني ناخذهم معانا في الهناي. في سؤال عن انه رفع اضافه السجائر والتبغ عن السلع الاستراتيجيه دي، مش كان ده من السماني بابكر؟ هل القرار ده كان ممكن يكون يتفرض قيمه ضريبه بتاعت قيمه مضافه عليه من غير ما انه يخش السلعة الاستراتيجية؟ ممكن القريب والله زي ما تفضلت يعني تفضلت ببداية ايوه، هو باختصار الحكومة اللي قالت انه في ضرائب وجمارك كثيرة بتجي على السجاير.
انا طبعا بنقول حجتهم وليس بالضروره ان اكون متفق معاه. يعني هم بيشوفوا انه في ضرائب وجمارك بتيجي من السجاير والناس بتسجل كثير، والحاجه دي بتزيد عجز الموازنه. بس ان احنا طرحناه شنو؟ على انه الجمارك لازم تزيد على السلع الكماليه اللي هي مرونتها اكبر من واحد. اي سلعه مرونتها اكبر من واحد، وما ادري يعني انا استعرض السلع ايش، اي سلعه مرونتها اكبر من واحد بمعنى انه كماليه الزول ممكن ما يموت لو ما استخدمها، تزداد عليها الجمارك. الدفع المقابل للحاجه دي انه الكوميسا حتتضايق، وعندهم اتفاقات مع الدبليو تي او والحاجه زي دي. لكن احنا لابد نكون تو ديزاين فيري سمارت كاستم بوليسي، تخلينا نحن ما نطلب الدولار، لانه السلع العاليه المرونه دي انا حمشي كتاجر مورد حمشي اشتريها من السوق الاسود في السوق العربي، حارفع الطلب على الدولار شهريا وحضر السلع المهمه منخفضه المرونه. فبالتالي موضوع السجاير واللي ده بيخضع الى انه السلعه دي اثر شنو في رقع الموازنه، هم فكروا كده. وبامانه السلعه دي بتجيب يعني قروش، بتجيب ضرائب، بتجيب جمارك، وهم محتاجين دايرين قروش بالعمله المحليه وبالدولار. فبالتالي باكورد اذا صنفوها سلعه مهمه بناء على المعيار ده بالنسبه للسائح. نعم. طيب في سؤال ثاني اللي هو عن الجمعيات التعاونيه، يعني هل ممكن تعود؟ وانت اظنك ضمن الجبال جاوبته بانه الجمعيه التعاونيه ما حتعمل حاجه لو ما بقى في زي ما اقول اكثر من سيستم قاعدين بيتعالجوا في نفس الوقت. التكلفه التقديريه تقريبا لتغيير العمله كم؟ هو زي ما قلنا حوالي تقريبا في ثلاثة أرقام يا دكتور. نعم. حوالي في المتوسط 80 مليون. 80 مليون دولار. أيوه. طيب how soon we can يعني get there؟ يعني عندي 80 مليون دولار سيكاش طلعت الدعم السريع. في تو سيناريوز. طيب يا دكتور أديك الرقم، أمسك الرقم ده. نعم. أمسك الرقم ده يا دكتورة، في رقم 200 مليون وفي رقم 600 مليون. شكله على حسب الكواليتي والبلد اللي حتشتغل وعلى حسب الحزمه اللي حتتغير. ايوه لكن ده في المتوسط في كم اقل من كده يعني من ال 80 مليون المتوسط يعني. فعلا كم 80. وبالمناسبه يا دكتور سامي انت عارفه الكلام ده، هم لو دارين يبدلوها بتتبدل. انا اعتقد ان الموضوع التكلفه ماشي كامل ما قضيه، حتى المبالغ اللي انت ذكرتها دي ما هي ما قضيه كبيره يعني. المهم الاثر الاقتصادي اللي 600 مليون صحيح ما هم قاعدين يدفعوا يعني في حاجات ثانيه. التكلفه ما اشكال. ايوه هي التكلفه ما عايزين يبدلوا. اي لكن في سؤال، والله انا بقرا في الاسئله كده، في سؤال في زول ذكر نقطه مهمه جدا في الاسئله دي، قال انه تجار العمله نفسهم هم مفيدين للاقتصاد. السؤال ده از فيري انترستينج لانه هو ذكرني حاجه مهمه. ايوه قال بهذا المنطق اللي ذكرته دكتور علاء من توفيرهم يعني تجار العمله بيوفروا دواء ووقود وهم مهمين للاقتصاد، بمعنى انهم هم they are filling a gap. السؤال ده مهم لانه في محاضره لميلتون فريدمان كان بيتكلم فيها عن انه الولايات المتحده الامريكيه عملت الثروه بتاعتها دي كلها يعني في حوالي 200 سنه، قرنين من الزمان. هو لما تابع ال 200 سنه دي لاحظ انه التريجر الاساسي للويلث اكيوميليشن كان المساله بتاعت الحريات والقدرة بتاعت إنه أي زول يجي الولايات المتحدة الأمريكية كمهاجر وتستارت نيو بيزنس بحرية من غير قيود. بمجرد ما بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تضع القيود على الحدود وتضع القيود اللي هو إحنا بنسميها القوانين والبوليسيز، القوانين والبوليسيز طبعاً يعني أي دولة في الإيفوليوشن بتاعها في التطور بتاعها شيء طبيعي إنها بتعمل الحاجة دي. وضرب مثل بعدة أشياء إنه كيف ممكن القوانين دي تحول حاجة مفيدة جداً جداً لحاجة مضرة. يعني بمعنى انه احنا كلنا هسه بننظر للقرارات مثلا التعسفيه اللي اتعملت في الطوارئ دي على انها هي قرارات جيده والناس هللت وقالت ايوه ده المطلوب اضرب على يدهم، لكن الناس ما افتكر ما تلقت الخبر ده بالحساسيه المطلوبه، لانه انت يو نيد ذم التجار بتاعين العمله ديل فعلا انت يو ريلي نيد ذم، لانهم هم they are actually filling a gap. يعني هم بيغطوا فراغ موجود، هم ما توجدوا من فراغ، هم توجدوا لانه في عجز انه الحكومه ما قادره توفر الدولار للحاجات دي. وفي اقاويل طفحت يعني بيقولوا انه الحكومه هي بتشتري برضه من الاسود لما تكون دار تشتري وقود. يعني الحكومه نفسها لما تكون دار تشتري احتياجاتها
بتنزل السوق وبتشتري دولار منه وبتساهم في زيادة الطلب عليهم. إذا بالفهم بتاع ميلتون فريدمان، هو ضرب مثل بالسماجلينج بالتهريب، وضرب مثل بالقصة بتاعة الهجرة غير الشرعية، وقال إنه الهجرة دي زمان كانت هي السبب الأساسي في النمو الاقتصادي للولايات المتحدة الأمريكية. حكاية المهاجرين اللي بيجوا بنيو ايدياز وبيلقوا الحرية وبيعني بي وبيطوروا نفسهم، يعني بيطوروا الاقتصاد الأمريكي على مدار 200 سنة. فبمجرد ما الحكاية دي وقفت ابتدى يتراجع النمو الاقتصادي مقارنة بالفترة دي. This is number one. لكن الحكومة فرضت القصة بتاعت الحدود دي لسبب بسيط جدا، إنها هي ما عاوزة المهاجر ده يدخل البلد ويستمتع بالويلفير، يستمتع بالويلث اللي حصل لها اكيوميليشن قبل في ال 200 سنه دي. فبيجت انه انا بخط لك قيود عشان انت تدخل، وهي عارفه انك هتدخل في الاخر، يعني ده ويل كم ان، يعني المكسيكيين ده الهجره دي ما هتجف، فهم هيدخلوا هيكونوا عماله ماهره تشتغل وتضخ في الاقتصاد، هيساهموا في الطلب الكلي لانهم هيطلبوا، هيكون عندهم طلب على السلع الاستراتيجيه، وفي نفس الوقت ما هيقدروا انهم هم يستمتعوا بالويلفير زيهم زي المواطنين الامريكيين. عشان كده دايما بقول، ما هي انت لما يحصل قرار اقتصادي انت لازم تفهم الفلسفه وراء القرار الاقتصادي ده. بنفس الفهم احنا لازم نفهم فلسفه وجود تجار العمله في السوق. لان احنا عندنا سوق موازي، هل الحاجه دي completely harmful؟ هل الحاجه دي مضره بشكل كامل؟ ام انه هي في جزء منها برضه مفيده للاقتصاد؟ وبالتالي الدوله لما تقوم تعمل قانون ردعي للناس ديل، هي بتكون هي عارفه انه نشاطهم ده ما هيجيف، لكن بتكون عاوزه تتحكم في حركتهم، بمعنى انها هي تسمح بانهم هم، يعني مثلا الناس المغتربين البره ديل ما عندهم اصلا وجهه غير تجار العمله ديل للتداول، يعني لانه ده جاب موجود خلقته الدوله. فانا كنت بشوف انه كان من الافضل انه الدوله لو قننت نشاطهم، لو قننت نشاطهم، الناس بيشوفوا الحاجه دي الليجل، ممكن يقول لك دي حاجه الليجل ليه؟ يعني انا بطرح هنا من هنا من المنبر ده بطرح سؤال، ليه النشاط بتاع السوق الموازي we have to rethink يعتبر نشاط illegal؟ illegal معناه في قانون فرضه، في قانون بيقول انه هو illegal، لكن هو كاكشن اقتصادي هو بيعالج ديفكت موجود في الاقتصاد. انا بضرب مثل بشنو؟ بضرب مثل في اليه عمل جسد الانسان. لما يحصل لك ستروك جرطه في المخ، بتقوم الخلايا اللي حوالين المنطقه المتضرره تتطور وتنمو بصوره اكبر عشان تغطي جزء من العجز اللي حصل في المنطقه اللي فيها ديفكت. يعني دي آلية طبيعية، وزي ما هو قال الاقتصاد ده حاجة حيوية ما بيفرق من أي ساينس تاني. فلما يكون في جاب في شرايين الاقتصاد نتيجة لأنه الدولة ما قادرة تغطيه، بيحصل إنه الجاب ده بتجي جهات أخرى بتملاه. فأنا عاوز أقول إنه النظرة للسوق الموازي نفسه وتجار العملة وغيره نظرة completely harmful، هي أيضا نتيجة لتدريبات الاقتصاد اللي إحنا اتدربنا عليه في الجامعات، الاقتصاد الليبرالي المسيطر على أغلب العالم، واللي خلى الناس بيجوا ما to question الروتس والفلسفة والإيكونوميك لوجيكس behind القرارات الاقتصادية دي. فبتلقى انه الواحد يقول لك السوق الاسود، السوق الموازي، يعني الاسم ذاته كلمه السوق الاسود دي ما عبثيه، السوق الاسود لانه كل ما هو اسود يوصف بالقبح. طبعا هي ريسيزم، يعني هي نوع من انواع العنصريه باي ذا واي، الاعتقاد المستمر بان لما يقول لك الحاجه دي الجمعه السوداء السوق الاسود، هي تقبيح للشيء لانه هو مربوط بستيريوتايب سايكولوجيكال وسوشيال انه الحاجه السوداء دي حاجه illegal وحاجه ما صحيحه. لكن انا بشوف انه لا، as a researcher كباحثين، انه we need to rethink الحاجات دي، لازم احنا يعني to feedback، يعني كل الحاجات الاقتصاديه اجتنا من المدرسه الليبراليه دي we need to challenge it، يعني من الناحيه السايكولوجيكال نفسها. صحيح أنا في ردي على زول ده إنه تجار العملة أو السوق الأسود بكل ما يحدث من تخريب بالنسبة للسياسات الاقتصادية أو كنترول الدولة على الاقتصاد، هم أيضا بيخدموا الاقتصاد في ناحية ما. حتى السمجلرز، حتى العمليات بتاعت التهريب دي اللي بتبدو للسودان مضرة، هي مفيدة لاقتصادات أخرى. يعني العملية بتاعت التهريب دي هي هارمفول للاقتصاد السوداني، لكن الدول التي تهرب لها هذه السلع هي دول مستفيدة. الحاجة الثانية إنه الشخص اللي بيهرب ده نفسه بيجيب دخل، الدخل ده أنت لو كنت قدرت إنك أنت تستوعبه فهو في الآخر كان ممكن يدخل لك كدخل. فأنت you need to rethink الحاجات دي وما تنظر لها فقط بالجانب
السوداوي منها، لأنه في جانب بيكون منها إيجابي يعني. تمام. زي ما قال بروفيسور علام برضو في الموضوع بتاع التسويق وكده، انه السمسار جزء من العمليه برضو بتاعت السوق وكده، يعني في حاجات كثيره تم صحيح تشويهها او استخدامها استخدام غير صحيح في السياسه، على اساس انه والله هي اقرب للذهن بتاع المتلقي وكده. طيب انا في ناس كتار جدا بيقولوا ها يا اخوان الوصفه السريعه شنو الحل شنو الحل شنو؟ نرجعكم يا اخوان، احنا مجموعه الباحثين السودانيين ما بنحب الشورت كاتس، ما بنحب والله يجيب من الاخر واديني زيت الزيتون والكلام ده، الكلام ده بنكتب بروفايلاتنا الشخصيه، لكن في مجموعه الباحثين السودانيين بنمشي في المشكله كلها، نشوف الجذري بتاعها ونشوف انه والله شنو تاثيراته والى اخره، وبنطرح حلول، والحلول دي كلها قابله للكويشن، تجي الحاله ده ذكرها الدكتور حسام انور غيره بتشكك فيها، انت لانك باحث انت بتفتش في الحلول. فبالتالي نحيل الناس للحلقه الاولى والثانيه من نفس السلسله دي، اللي هو الاجراءات بتاعت الاصلاحات الاقتصاديه، اجراءات الاصلاح الاقتصادي خلال الفتره الانتقاليه، العقبات ومقترحات الحلول. في حلول تقدمت في الحلقه الاولى والثانيه واسف في الثالثه، وان شاء الله في الرابعه والخامسه يكون في حلول. لكن ده بيودينا للسؤال الاهم اللي طرحه واحد هنا من المشاركين اللي هو احمد عوض شريف، انه والله الاصلاحات اللي قلتها دي شكلها جميل، لكن السؤال تنفذ كيف؟ فرايكم انها تنفذ كيف؟ وده يكون السؤال قبل الاخير، قبل ما ناخد سؤال حبيبنا هيثم كاشف، رايكم تنفذ كيف؟ حسام؟ وطبعا يعني في الجلسه اللي فاتت احنا تكلمنا عن الفرق بين النظري والعملي، كثير جدا من الحلول اللي احنا قدمناها توهمنا بانها حلول نظريه، وشرحنا يعني شنو معنى كلمه نظري، والنظر لغه واصطلاحا هو شنو، والعملي هو لغه واصطلاحا شنو، والنظر في اللغه يعني هو امعان تجول الفكر في انحاء المعقولات لترجيح ظن او تحصل علمي يعني. اما الثيورايزيشن اللي هي الترجمه لكلمه نظر، تنظير يعني، هي طبعا عندنا شتيمه، تنظير ده شتيمه عندنا احنا في السودان يعني، بقولها غير المتخصصين يعني. التنظير اللي هو شرح مشاهده، نظريه ثيوري معناها في مشاهده اجتماعيه في العلوم الطبيعيه او في العلوم الاجتماعيه مرت بفرضيات ودرست بيانات باي شكل من اشكال بيانات، حصل لها اختبارات ونجحت احصائيا بموجب البيزيان ثيوري، وبعد كده بقت تسمى نظريه، والنظريه ما شعر، ليس شعر يعني كما مثلا كان يعني قيس بن ملوح. قيس ذاته ما منظر، قيس كان بيتكلم في محبوبه امامه، وفي شعراء كانوا بيتخيلوا محبوبات بيتكلموا فيهم، دول المنظرين بيتكلموا عن خيال، لكن العلماء ما منظرين، العلماء بيشوفوا حاجه قدامهم. فالكلام اللي احنا قلناه ده اشتغل في دول كثيرة جدا، واشتغل عندنا في السودان، ولما ما اشتغل حصلت اشكالات، فدي ما نظرية. طيب يحصل كيف؟ يحصل المرة اللي فاتت بكل قفشة والفكاهة تكلمت انه الزول يطلع من البيت يركب العربية يمشي للعساكر يقعد معاهم ويقول لهم ادونا قروشنا، دي الكيفية. يحصل كيف؟ بيحصل بالطريقة دي. كيف ندي قروشك يا حمدوك؟ والله تدونا قروشنا، احنا الشعب جابنا ودارين جزء من الاقتصاد بتاعكم، ان احنا شايفينه ده يدعم لنا الموازنه، دي الكيفيه. ما بنديكم القروش، لا ادينا، ما تدينا، تعال كلمنا قول لنا عساكر ما ادونا قروش، وسوق معاك برهان ده جنبك ولا شنو يا برهان؟ كده برهان حقول لك احنا شغالين في انه احنا يعني نتقارب، وفي النهايه حتصل الى حل. احنا كيزان مشوا كيف؟ طيب انا بسال سؤال بجاوب كاونتر كويشن، الكيزان مشوا كيف؟ مشوا بالتنظير زي ما احنا بنقول، كيزان مشوا بالضغط، الكيزان مشوا بالضغط السلمي، رصاصه واحده ما ضربناها في الكيزان. فلما نجي نقول اعمل شركه حكوميه عشان تجيب لك دولار، بتعمل شنو؟ بتركب، بتمشي انت المسجل التجاري، بتجيب معك وزير العدل، وزير الصناعه والتجاره، وبتجيب معك وزير الماليه، تمشي المسجل التجاري، عمل لنا ومعك البنوك التجاريه وبنك السودان، اعمل لنا الشركه في الصمغ العربي او احييها بعد موت، هي ما قاعده في الرفوف، تطلع من الرفوف والغبار شركه الصمغ العربي، تجيب فيها القروش بتاعت اللي هي الناس، نفس الناس الشغالين في المحفظه الان بتاجروا بالسلع دي، حيجيبوا لنا السلع دي، هم ذاتهم
زائد الاموال السياديه اللي عندك زائد القروش بتاعت العساكر اللي تكلمنا عنها بتعمل لك راس مال بتاع 10 مليون دولار. اشتري بيه صاموخ بيعه حتجيب صاموخ ب 12 مليون دولار، رجع ال 10 مليون دولار لناسها وتدينها، خد ثاني فيها وواصل اكسبوننشال. دي الكيفيه تمام، دي الطريقه. هل الكلام ده فيه تنظير؟ هو يعني فيزيكال ستيبس انت بتعملها، بتمشي بالعربيه او بتمشي برجلينك للمسجل التجاري ولا كده وبتجتمع زي ما عملت المحفظه. المحفظه اتعملت كيف؟ في كم؟ 26000. ما بنرسل بين قوسين التنظير ده. دي الكيفيات. والحلول دي اتطبقت في دول بتشبه حالتنا زي الهند زي البرازيل بصوره معقده اكثر، يعني قد تكون نفس التعقيد، ما بنفس التعقيد لكن قريب له. فما في شيء صعب اذا نحن عاوزين. نحن ما نقوم يعني نكون سبجكتيف، والحاجه اللي احنا ما دايرين نعملها نشتمها، نصيفها بالتنظير والنصيف. احنا ممكن نقول الحل صعب، الكلام ده انا قلته في اخر جلسه، وانا زي ما قال دكتور نور احيل المهتمين لحلقات موجوده في اليوتيوب موجوده في الصفحه دي، انه ممكن تكون حلول دي صعبه صداميه، لكن ما اقول تنظير، لانه لما 19 12 نحن طلعنا كان الوضع صعب. احنا ما عارفين كان ممكن يحصل شنو، كل زول مارق يموت يعني بعد 6 شهور ولا 4 شهور من الشغل اسقطنا النظام. وين التنظير هنا؟ كانوا الناس بيقولوا انتم ماشيين وين؟ يا اولادي الامنجيه ويا اولادي مش عارف شنو مش عارف ايه، كل الكلام ده احنا سمعناه، سقط النظام. فما في شيء صعب اذا احنا عايزين نعمل. طيب ليه الحلول دي احنا بنقترحها بنقترح حلول غير؟ لانه احنا خايفين على مواطنينا يا جماعه، احنا شفوقين على المواطن السوداني. احنا اقرب الى الناس المواطن السوداني، احنا فاهمين الثوره بالعينها يعني، فاهمينها مستوعبينها تماما. لما نقول حريه سلام وعداله احنا بنعني ما يعني بنقصد ما نعني تمام. ف ده الدافع لينا يعني. ممكن اي زول هنا سي دكتوره سبنا دياسي ممكن تقعد في هولندا هنا وما تجينا وما تهتم بينا ولا اي حاجه، لكن هي غيوره على بلدها يعني. انا ممكن انا اصحين وامشي، كل شاب مننا كده ممكن، اي شاب من المقاومين ديل ممكن يركب السنابك دي ويمشي يتخرج يعني، لكن دي بلدنا. فبالتالي احنا يعني حريصين على بعض وحريصين على فقراء، هم 70% من أهل السودان. إحنا متأكدين تماماً إنهم هم will not sustain السياسات المطروحة الآن في الشارع دي أو في الساحة الاقتصادية. فكيفية تطبيق الحلول كما أقول للسائلة والسائلة بالطريقة البسيطة دي، وأنا أذكره وأذكره بأنه نفس التفاوض ده كان إحنا قاعدين في القيادة، الناس جوا كانت بتتفاوض لحد ما يضربونا 29 رمضان أو 36 كانوا بتفاوضوا لحد ما وصلوا الى صيغه بعد كم يوم بعد المسبحه. بس دي الطريقه. طيب وانا احد الناجين من مجزره فض اعتصام القياده العامه، وكان ممكن اموت في اليوم ذاك زي ما ماتوا زملائنا وزميلاتنا الشهداء الشرفاء، وكنا مستعدين ندفع الثمن، واسيدي مستعدين ندفع الثمن، لكن ما نورث المشكله بتاعتنا للجيل الجاي. يعني ما دارين زول اعتذر بالنيابة عننا ولا يقول ده رحقن الدماء. الدماء دي الناس بزلتها، تستحقن الدماء اعمل الحاجة الناس دفعوا لها دمهم، ما حتحقن الدماء بغير كده. في سؤال اخير من هيثم الكاشف عن اصلاح النظام المصرفي، وده اظن يا دكتور حسام وسابنا الاثنين انتوا تطرقتوا له، في انه الاقتصاد الداخلي يدعم الاقتصاد الداخلي عبر الشركات المتوسطه والصغيره وتنميه الصادرات وغيرها. فالسؤال هو عن اصلاح النظام المصرفي، كيف نخلي بنك السودان يكون داعم للشركات الصغيره والمتوسطه بحيث انه البنوك المتخصصه تقدر تدعم القطاعات المختلفه زي البنك الزراعي والثروه الحيوانيه وتنميه الصادرات والى اخره. عارف انا بنك السودان انا يعني في ما اعرف الكلام اللي نكون قلناه فعلا في الحلقات الفاتحة. طبعا انا ما لا انا حقيقه ما متخصص. ايوه تفضل. بنك السودان هو في حاجه اسمها استقلاليه بنك السودان. بنك السودان ووزاره الماليه منذ ان تحرر الاقتصاد واصبحت في خصخصه بقى ما عندهم يعني تاثير كبير على الاقتصاد ما لم الاليات بتاعتهم، ما لم انه ميزانيه الدوله تكون فيها فائض، وما لم يكون في احتياط ضخم في بنك السودان بتاع أقل حاجة يعني خلينا نقول 30 مليار، أنت ما بتقدر تقول إنه ممكن يكون في تأثير. لكن أنت ممكن تصلح النظام المصرفي. يعني أنا مثلاً الصيرفة التقليدية بشوف إنه الصيرفة التقليدية دي لابد من الرجوع لها. يعني مسألة الصيرفة الإسلامية اللي حصلت في السودان دي، أنا ما ضد الصيرفة الإسلامية، هي موجودة، لكن أنا بدعم إنه يكون في برنامج هايبريد، يعني جامع بين الصيرفة التقليدية
والصيرفه الاسلاميه عشان تو ماكسمايز البينفيت من وجود نظام مصرفي. دي من الحاجات اللي انا بتمنى، الاصلاحات اللي بتمنى اني انا اشوفها في العمل المصرفي في السودان. في حاجه بيتكلموا عنها ناس كتار، انا برضو زي دكتور حسام ممكن اكون ما بعرف عنها كثير، لكن برضو بتناولها بحساسيه، المساله بتاعت الرقمنه الاقتصاديه. وانا الديجيتاليزيشن ده بتاعت انه احنا البنك نوت نقلص الاعتماد عليه وكده، صح عنده بينيفيتس، عندنا زملائنا كثير يعني بيتكلموا في الموضوع ده، لكن برضو لازم انا لازم افهم الفلسفه الاقتصاديه وراه شنو، وات از ذا لوجيك، يعني حيكون النتائج شنو. لانه مثلا مساله استقلاليه البنك المركزي دي بيروجوا لها اقتصاديين البنك المركزي ذاتهم، لكن هي خلفيتها الاقتصاديه او فلسفتها هم ما فاهمينها. استقلاليه البنوك المركزيه بتجعل سيطره الدول على اقتصاد، على المساله السياسه النقديه اضعف، وبتجعل الاقتصاد البنك المركزي اكثر ارتباطا بالاحتياط الفيدرالي الامريكي او بالنظام المالي المصرفي الامريكي. فبالتالي نعم نحتاج الى عمليه اصلاح النظام المصرفي ديفينتلي، لكن دي عمليه كبيره جدا وعمليه تشريحيه وعمليه لازم نحن نكون عارفين في الاول من ضمن ما انه احنا دايرين شنو من الاقتصاد. وده بيقودني لانه انا في الحديث عن الحلول الاقتصاديه انا بشمل الحلول الاقتصاديه في نقاط محدده. اولا نحن كسودانيين لازم نعترف انه حجم الجديه سو فار فيما يتعلق بالتعامل مع الملف الاقتصادي ما بالحجم المطلوب. يس في جديه، لكن لسه الجديه بتاعتنا ما بتعادل حجم الازمه وعمقها في الاقتصاد السوداني. الاقتصاد السوداني مأزوم منذ ستينيات او خمسينيات القرن المنصرم، تفاقم صحيح اكثر في فتره الحكم الفات لثلاثه اسباب: الفساد والحصار وسياسات النظام نفسه والخصخصه والتحرير الاقتصادي التم بطريقه يعني بلطجيه او جراحه، ما اعرف اقول كيف، طريقه جزاره يعني، اللي هو اقصاء للدوله ليحل محلها التنظيم. فالثلاثه اسباب دي عمقت من الازمه وصلت للمرحله دي، لكن ده لا يعني انه السودان قبل الانقاذ كان الاقتصاد السوداني في حاله جيده. انا بفتكر انه ليست هنالك اراده حقيقيه لتغيير هيكل الاقتصاد السوداني، ليست هناك إرادة حقيقية حتى الآن، لا أراها يعني، لتغيير هيكلي في الاقتصاد السوداني. وماذا أقصد بالتغيير الهيكلي؟ الخروج من دولة الريع ودولة السلع الواحدة نحو دولة التصنيع والتنوع الاقتصادي. وأفتكر إنه السبب إنه هذا التحول لو حصل حتزيد الطبقة المتوسطة حجماً ونوعاً، يعني حيزيد حجم الطبقة المتوسطة في السودان من ناحية الفوليوم أو عدد الناس، وحيزيد نوعاً من ناحية متوسط دخل الفرد بشكل سيدعم التحول الديمقراطي وحيعمل السستينابيليتي بتاعت الديمقراطية، لكنه حيكون على حساب المنتفعين حالياً من شكل الهيكل الاقتصادي السوداني. ولذلك أفتكر لأنه دولة المصالح المتجذرة الموجودة دي اللي منها جزء، حتى الناس بيتكلموا كثير عن المؤسسة العسكرية، يعني هي جزء من المستنفعين ديل، والدولة دي مستفيدة في كل العصور. وبشوف إنه القاسم المشترك بين كل العهود السياسية في السودان هو هيكل الاقتصاد السوداني الريعي ذو السلع الواحدة. ما لم نحن نخرج من الحاجة دي، نحن ما الاقتصاد السوداني ده ما حيتعافى بالشكل الكامل، وده بيتطلب إرادة سياسية ليست موجودة حتى الآن. الحلول في الإطار ده، النقطة الثانية دي مسألة داخلية. النقطة الخارجية يعني فيما يتعلق بعلاقتنا بالآخر، ده نحن كسودانيين. النقطة أو الأسامشن الثانية، يعني أنا بعتبر أنه في رياضيات، خليني أقول متطلبات، البري ريكويزيتس أنا بسميها، الشروط الضرورية لإحداث الحل في الاقتصاد السوداني. أولا الخروج تماما من مسألة الاقتصاد الريعي وذكرت ليه، وده بنخرج منه بتنوع الاقتصاد، وتنوع الاقتصاد بيحصل باكستنسيف اندستريلايزيشن، انه نحن ندخل في عمليه تصنيع ضخمه عشان نزيد الطبقه المتوسطه. والحاجه دي مش ضروريه فقط للاقتصاد، وانما اساسيه لاستدامه الديمقراطيه، بمعنى انه التحول الديمقراطي لن يستديم طول ما الشريحه بتاعت الطبقه المتوسطه بتاعتنا فيري ثين. الحاجه الثانيه، الاسامبشن الثاني فيما يتعلق بعلاقتنا بالاخر، بالعالم الخارجي. العلاقه في العالم الخارجي ارى انا انه الان هي دخلت في اطار الاستقطاب السياسي، بمعنى ان من زي ما قال الدكتور حسام، انه مثلا دكتور حمدوك والفريق اللي معاه بيقول لك انه الحل هي امريكا، فلنولي وجهنا شطر امريكا، غير كده ما في. في نفس الوقت بتلقى انه في اصوات اخرى بتنادي بمثلا why not to consider China، رشا،
فبتلاحظ انه الاصوات دي بتناهض الفرقه الاخرى، لانه مرتبط في اذهان الصين وروسيا باليساريه والشيوعيه. فالناس بيفتكروا يعني من يعادي انه نحن نولي وجوهنا شطر دول اخرى زي الصين وروسيا بيعاديها بدافع سياسي نتيجه للاستقطاب السياسي الداخلي. ومن يناصر مواجهه الولايات المتحده والقبول بالابتزاز السياسي اللي هي قاعد تمارسه علينا ده، هو بيعمل الكلام ده انتصارا لانه نحن اليمين السوداني بتاعنا في السياسه. طبعا زي ما انت برضه ذكرتها وذكرت حسام، معروفين هيستوريكالي انه من انصار المدرسه الليبراليه والنيوليبراليه والنظام الراسمالي وعندهم معه مصالح يعني. فدي النقطه الثانيه اللي احنا وي هاف تو ريتش ا بوينت، البوينت وين انه الاثنين يتفقوا انه في عالم اليوم لا توجد المدرسه الاكستريم دي. يعني الصين دي هي دوله شيوعيه واقتصادها راسمالي، هي دوله شيوعيه بحكومه الحزب الشيوعي لكنها راسماليه، والصين دوله مهمه لامريكا. يعني امريكا والصين علاقتهم مع بعض ما علاقه سياسيه بقدر ما انها هي منافع اقتصاديه. فبالتالي مساله اني انا افتكر انه امريكا انا ما حترفعني من قائمه الارهاب اذا اكتشفت فجاه انه انا عندي علاقات اقتصاديه مع الصين او دول شيوعيه اخرى، الكلام ده يا جماعه ما صحيح. سو ليت اس بريدج الجاب بين الايديولوجيتين ديل والاكستريم اللي احنا فيه. وده بفتكر انه السبب برضه الاساسي فيه انه من يمثلون التيارين في اليمين واليسار لا زالوا يعيشون في العقليه القديمه اللي هي في العالم ما عنده وجود يعني. فشويه انتوا بريدج الجاب ده بيناتكم، ده الاسامبشن نمبر 2. اذا حصل الكلام ده الحل الاقتصادي لازم يكون على ثلاثه مراحل، في حلول في المدى الزمني القصير، في حلول في المدى الزمني المتوسط، وفي حلول في المدى الزمني الطويل. الحلول طبعا انا ما بحب كلمه حل اسعافي، لكن الحلول في المدى الزمني البسيط ده انه تغيير العمله، بعتبر انه دي حاجه مهما كانت فيري امبورتنت. حضور الدوله في الاقتصاد، حضور الدوله في الاقتصاد، وده اللي بيرفض اليمين السوداني تماما. اليمين السوداني لا يقبل اي وجود للدوله، على الرغم من انه المدرسه الراسماليه نفسها قبلت بتدخل الدوله في حالة واحدة اسمها فشل السوق. ماذا يعني فشل السوق؟ ودي الحالة اللي أنا بعتبر بشخص بها الحالة العامة للاقتصاد السوداني وحالة فشل السوق، وهي إنه ليس هنالك من يقدم الببليك جودز. الحكومة مرقت من معايش الناس اللي هي الصحة، الناس دايرة شو؟ دايرة تاكل وتشرب وتتعلم وتتعالج. دي ببليك جودز. الببليك جودز دي مفروض إنه تطلع منها الدولة يدخل فيها القطاع الخاص، وهذا لم يحدث. هذا لم يحدث، فبالتالي أصبح عندنا ماركت فيلير. وطالما في ماركت فيلير حتى النظرية الرأسمالية نفسها اللي هي في وجهها الكنزي، لأنه كنزي برضو رأسمالي، بتقول إنه الدولة لازم تتدخل في الحاجات دي. لابد من إنه نعمل إصلاحات في المسائل المتعلقة بالصحة والتعليم، ودي حاجات possible، بمعنى مثلاً إنه نراجع سياسات التعليم الخاص والمبالغ الخرافية اللي بقينا بنسمعها، دي حاجة ممكن تحصل. ممكن نشتغل نعمل إصلاحات في القطاع الصحي، ده شغل اقتصادي. يعني وزارة المالية ما تكتفي بإنها فقط تشيل قروش تديها لوزارة الصحة ووزارة لا، لازم تساهم في سياسات الصحة، وتساهم في وضع سياسات، أو على الأقل تتأكد من إنه سياسات وزارة الصحة تتمشى مع الخط الاقتصادي اللي هو ترشيد الصرف الصحي، ونفس الشيء ترشيد الصرف على التعليم. وممكن في عدة أوبشنز قد لا يتسع الزمن لذكرها. الحل الإسعاف دي معايش الناس المباشرة. الحل الثالث أو الحاجة الثالثة التقشف ثم التقشف ثم التقشف. الصرف السيادي في السودان أو منصرفات العمل الحكومي في السودان تحديدا كبيرة جدا بالنسبة للعجز بتاع الميزانية. لازم يحصل تقشف على درجة عالية، تكون الحكومة الرشيقة دي في الإطار في الشورت رن. الثلاثة حاجات دي بتساعد كثير جدا جدا إنه الدولة تتدخل أكثر، لكن مش تدخل بمعنى إنها تنافس في السوق. أصله النظام الرأسمالي ده أو النيوليبرالي بس ما عاوز الدولة تبقى تاجرة، يعني بس أنت بتخش تنافسي في التجارة، لكن في السياسات يس ممكن تتدخل الدولة في سياسات الصحة، في سياسات التعليم، في كل السياسات، مش بس السياسات المالية والنقدية. الحاجة المهمة جدا في البرنامج الإسعافي الذهب. 70% من صادراتنا هي من الذهب. الذهب تسيطر عليه يعني مجموعات، جزء منها موجود في الحكومة،
جزء منها موجود في الحكومة. لازم الحكاية بتاعت الذهب دي تسيطر عليها الحكومة السودانية تماما. لازم صادر الذهب، ومش صادر الذهب بس، لازم أتليست 3% 4% من ما ننتجه من الذهب يذهب في خزانة بنك السودان على الأقل، عشان يقابل الطباعة المجنونة بتاعت العملة دي في الشورت ران، يعني إنه يكون في غطاء لها على أقل تقدير. يعني لازم يكون في، نبدأ في عمل أكيوميليشن لمخزون من الذهب، وفي نفس الوقت انا بايد انه يرجع بنك السودان يتدخل في القصه بتاعت التريدنج بتاع الذهب ده على الاقل في الشورت ران. الحكايه بتاعت انه نسمحوا بتداول الذهب لاي شخص ده قرار خاطئ لازم يتراجعوا عنه، بل اطالب بانه الدوله يكون عندها وجود اكبر وسيطره اكبر على القطاع ده. وفي برضو حاجات لو لقينا حلقات في المستقبل ممكن نفصل في سياسات نعم الذهب دي، نعم الحلول السريعة في الشورت ران. في المدى المتوسط لازم تدخل في عملية إنتاجية. إحنا عندنا الاقتصاد فيه 3 أزرع، في ذراع نقدي بنك السودان، في ذراع مالي وزارة المالية، لكن في ذراع مختفي اللي هو الذراع بتاع الإنتاج. كيف يمكن للدوله، ما هو احنا اساس الناس بيقول الانتاج الانتاج الانتاج، كيف ممكن لانه الانتاج ده العجله حقته تتحرك ما لم يكون التريجر من الدوله نفسها؟ طيب ليه ما في؟ لانه ما في ذراع تنموي، لا يوجد ذراع تنموي. يعني انا لما رجعت لبيانات بنك السودان ابان فتره انتاج النفط، يعني في التسعينات اواخر التسعينات والالفينات لحد انفصال الجنوب لحد 2010، بتلاحظ انه كان في صرف تنموي معقول، مش ما كان في صرف تنموي، لكن الصرف التنموي في السودان ظل طريقه إلى الفساد والجيوب. ليه ظل طريقه؟ لأن الزراعة التنموي لحكومة السودان لم يكن موجوداً. الزراعة التنموي نوعين، الصناديق السيادية في حالة إنه أنت عندك مثلاً ذهب أو عندك نفط، أو إنك يكون عندك بنك للتنمية، وهذا ما أفضله. يعني الصندوق السيادي ده بيحفظ حق الأجيال المستقبلية. الذهب اللي أنت بتطلعه الليلة في اولادنا واحفادنا واحفاد احفادنا عندنا فيه حق، فبالتالي انت لازم تخزن منه جزء عشان او تعمل منه صندوق سيادي او تخزن جزء من عائداته عشان ده حق الاجيال المستقبليه. ما تفعله الدول المحترمه انها بتستثمر القروش حقه الصندوق السيادي ده في استثمارات داخليه واوفر سيز، استثمارات داخليه واوفر سيز. يعني مثلا يقوم السودان من قروش الصندوق السيادي ده يمشي يشتري له نادي بتاع كرة قدم زي ما قاعد تعمل قطر، أو يمشي يشتري له سلسلة بتاعت مطاعم أو متاجر مشهورة عالمية، أو يشتري له شيرز في سامسونج and so on and so forth. دي واحدة من الحاجات. الحاجة الثانية اللي هي البنك التنموي. غالبا الصندوق والبنك الدولي هم أنتي إنه يكون في بنوك تنموية، بيقولوا لك إنه دي بتعمل كوربشن، لكن أنا بعتقد حسب مراقبتي كباحث إنه الكوربشن بيكون أكبر لما الدولة تخصص جزء من ميزانيتها. أفتكر في السودان ما كانت أبداً أقل من 26% من الموازنة حسب تقديرات الهناية بتاع بنك السودان، وده رقم محترم. لو كان فعلاً كان بيجد طريقه للتنمية كان بيكون عندنا الآن بنية تحتية وبرامج تنموية. بعتقد إنه ضل طريقه إلى الفساد. ففي المدى المتوسط أتمنى أن يتم تأسيس بنك للتنمية أو البنوك التنموية زي البنك الزراعي، أفتكر بنك التنمية الصناعية إذا كان موجود أنا ما عارفة، دي ممكن تعمل كونسورتيوم يحصل لها ميرج مع بعض وتكون بنك للتنمية، يكون يعمل مشاريع محدداها الدولة ويقدم لها تمويل طويل الأمد، ده اعتماداً على مواردنا نحن، مغطى بشنو؟ بالمخزون بتاع الذهب اللي احنا we will start to accumulate it. وتكون مشاريع بتحفز الانوفيشن، مشاريع تركز على الزراعه بهدف الصناعه، يعني ازرع الليله عشان اصنع بكره، وابدا بزراعه تغطي الاحتياج المحلي بتاعي، ازرع ابدا بالقمح، ابدا بالاعلاف والمشاريع اللي بتغطي الاحتياج المحلي بتاع البلد، ثم اشجع الزراعه الصناعيه. دي اشياء بتتعمل في المتوسط. الحاجه المهمه الثانيه في المدى المتوسط والممكنه اللي هي الاصلاح المؤسسي، لانه انت عشان تستعد للسودان حيترفع من قائمه الارهاب. انا ام ديدلي شور انه at a point of time this is gonna happen, but the most important thing انه احنا نكون جاهزين للحظه دي. واهم حاجه انا هعتبر كاقتصاديه اهم فتح بالنسبه لي، انا والله ما بعتبره التداول المصرفي ولا قصه المصارف ولا الدوره، بقدر ما هو الاف دي اي الفورين دايركت انفستمنت، لانه ده عنده اكبر امباكت على الويج الاجور وعلى الجوب كرييشن الخلق الوظائف وعلى النمو الاقتصادي. فعشان أكون أنا جاهزة للـ FDI محتاجين في الفترة الانتقالية، وأتمنى الحاجة تحصل، إنه يحصل إصلاح مؤسسي بمعنى anti-corruption measures، يعني نحن نعمل
خطه واستراتيجيه معلنه وواضحه ويتعمل لها شغل على مستوى عالمي بانه السودان ده is going through extensive anti-corruption process. نحارب الماني لاوندرينج، نحارب الفساد الداخلي والخارجي. انا عاوز اشوف السودان في الاقليم بنهايه الفتره الانتقاليه اسرع دوله ممكن انت تفتح فيها بيزنس، اسرع دوله ممكن تفتح فيها بيزنس. ده انا خدته كده كتارجت قدامنا. I want by the end of transitional period دي انه السودان يكون اسرع، انه انت ممكن في يوم واحد تاسس شركه في السودان، راس المال بيجيك. عاوز يكون السودان الدوله الوحيده اللي لا يمكن تدفع فيها رشوة لأي موظف official أو public official officer عشان يمشي لك أي ورق. دي عندها تأثير ضخم، ودي حاجة ممكنة والدولة الليلة ممكن تعملها كويس، أو على الأقل في المدى المتوسط. وفي لها فند وبتدعمها منظمات، وكنت ذكرتها قبل كده. أول حاجة نبدأ بالذهب، أول initiative لازم تدخل الليلة، بدعو الحكومة للدخول فيها extractive industries transparency initiative. بمجرد ما أنت دخلت كobserver في الinitiative دي، أنت هتكون عملت بريك ثرو في القصه حقت الفساد. بمجرد ما انت قررت وقلت للعالم انا عاوز العالم كله يعرف والسودانيين كلهم يعرفوا انا بنتج كم من الذهب وبصدر كم وعائده كم وبصرفه في شنو، وانه بانك تقعد في الويب سايت يا سوداني تعرف الكلام ده، وكذلك ذا اوتسايدرز. بمجرد ما تعمل الحكايه دي انت عملت بريك ثرو كبير. بيجوك مستثمرين بعد كده لانه في اموال، في رؤوس اموال ضخمه ايجر للاستثمار في النفط، في الأويل، في الزراعة، في الصناعة، في كل المجالات اللي ممكن تتخيلوها، في السياحة، في المسائل الموارد المائية بتاعتنا، في بورت سودان، في الثروة السمكية، في everything that you can imagine. لكن أنت you have to give a hint to the world إنه I'm changing، في تغيير حقيقي بيحصل. فدي واحدة من الأشياء اللي أنا بدعو من هنا إنها لازم تحصل وpossible وحاجة immediate ومبادرة مهمة جدا جدا يعني. في المدى الزمني الطويل الصناعة، في المدى الزمني الطويل أنا لازم أكون دولة صناعية. مش يعني أنا قلت صناعة بقصد الصناعة التحويلية. السودان يمتلك النوهاو، يمتلك الجامعات اللي ممكن إنها هي تعمل الحكاية دي، لكن الصناعة دي تتهيأ لها بأنه أنت تشغل كل إمكانياتك، بمعنى أنه تمسك الأقاليم حقة السودان دي تشوف كل إقليم الميزة النسبية بتاعته شنو، وممكن يكون مركز لصناعة شنو. مثلاً ولاية من الولايات مركز الصناعات الغذائية، ولاية من الولايات مركز للصناعات الثقيلة، ولاية من الولايات مركز مثلاً لتجارة الذهب والجيلريز والأشياء دي، صناعة السياحة من الصناعات برضو الممكن أنت تدخل فيها بكثافة وهي برضو إندستري. فأنت في المدى الزمن الطويل لازم تكون دولة صناعية، ولازم تفكر في إنه الدول الحواليك دي، الدول الموجودة حوالينك دي ما هي دول أنت يا تكون سوقة يا هي تكون سوقك. يعني this is how we need to think as an economist، كمحترفي اقتصاد، انه الدول الحوالي ما انا يا ابقى سوق ليها يا هي تبقى سوق لي، وانا لازم اشتغل اني طب انا ممكن ابقى سوق، ابقيها سوق لي كيف؟ بالصناعه. اذا دخل السودان في extensive industrialization process انا افتكر انه هو حيكون عنده القدح المعلى، لانه السودان عنده وفورات الحجم. البلد الكبيره بتاعتنا دي كبورة ده عنده ميزة بتاعت وفورات الحجم، إنه أنا كل ما أعمل مصنع أو أعمل مدينة صناعية أو أعمل أميد سكة حديد، التكلفة بتاعت أول كيلو بتكون أغلى من الثاني، من الثالث، من العاشر. فإذا أنا استطعت إني أنا يعني أعمل يعني صناعة ثقيلة وإكستنسيف إندستريلايزيشن، لا يمكن مصر تنافسني، لا يمكن مصر تقدر تنافسني، لا يمكن أثيوبيا تنافسني given وفرات الحجم الضخمة بتاعت السودان. These are our potentialities، ودي مفروض تكون الخطة بتاعتنا في المدى الزمن الطويل. لو اتوضعت الأشياء دي بشكل written وحصل لها promotion للشعب السوداني ورافقتها تغيير للعملة ودعاية بالشكل ده، رؤية واضحة، أنا أفتكر بتعود الثقة في النظام المصرفي. أنا أفتكر الشعب will go through أي عملية مثلا صعبة الناس محتاجين لها، يعني أي تضحية، خلينا نقول أي تضحية الناس محتاجين لها عشان يعدوا الأزمة الصعبة دي، أفتكر الشعب حيعمل كده، حيدعم الحاجة دي، وأفتكر إنه نحن بنقدر نمرق. لكن الآن لغاية الآن نحن الرؤية دي ما جاتنا، ما جانا زول ادانا رؤية واضحة قال أنا هعمل في السنة الأولى كده، وفي الثلاث سنين البعدين كده، وفي اللونج ران كده. الحاجة الأخيرة، عشان في زول سأل قال نعمل الكلام ده كيف،
نعمل بالتعامل مع الملف الاقتصادي انه عابر للحكومات. What I'm saying right now ما عشان الفترة الانتقالية. اللي بقوله ده بقوله يكون ساري في اي حكومة، زي الولايات المتحدة الامريكية، بيجي الرئيس لكن عمره الرئيس ما بيجي، انتخبوا ترامب، ما جاء ترامب قال لهم والله انا ما عاجباني النيو ليبرالية، انا دار اطبق الشيوعية او الماركسية او غيره. ما في الكلام ده في العالم بقى، ما في. النظام الاقتصادي لازم يكون نظام ثابت، السياسيين ده اللي يختلفوا في اي شيء تاني، لكن النظام السياسي ده الاقتصادي ده نتفق عليه كسودانيين حكومة وسياسيين والشعب واقتصاديين كمان طبعا، كلنا نتفق عليه ونضع خطة عابرة للحكومات. يعني ما نخطط للفترة الانتقالية لأن دي حكومة انتقالية وفترة انتقالية حتمشي، مش نعمل خطة تقوم تنتهي بنهاية الفترة الانتقالية وتجي حكومة منتخبة تقول والله أنا والله منتخب ومن حقي إني أنا يعني أعمل الدائم. نعمل كيف؟ نقعد نتفق على البرنامج ده، نتفق عليه ونضعه ثم نروج له. لكن قبل ما نروج له لابد من التشريعي، أنا من هنا بقول الكلام ده، لابد من التشريعي، لأنه أنت ما ممكن تعمل أي حاجة وتلغي الشعب. يعني ما ممكن الشعب هو اللي قام بالثورة ويكون هو الآخر في الحضور إلى هياكل السلطة، أصلاً ما بتجي، هو الشعب ده طلع وهو الضحى بحياته، فما ممكن يكون هو آخر القادمين إلى العملية المشاركة السياسية. يعني عملية التحول دي كان قال بيقولوا إنه فيها جانب مدني متمثل في القوى السياسية المدنية، وفيها جانب عسكري لأنه بيقولوا إنه العساكر ساهموا بشكل أو بآخر، وفي جانب مهم جداً اسمه الشعب. هل يعقل إنه الشعب اللي هو التريجر، أول من حرك العملية التحول السياسي في السودان، يكون هو آخر القادمين في هياكل السلطة؟ نو. ونيد الليلة نعمل الحاجة دي قبل بكرة، مهما كانت الأسباب اللي بيسوغوها السياسيين، لأنه عدم ضرورة وجود التشريعي. التشريعي بيدينا الفرصة سيستماتيك، لأنه نحن عنده أهمية في الاقتصاد، قصة التشريع دي عنده، لأنه ونيد التشريع عشان تدسكس الهيكل اللي أنا قلته زمان ده، الأسامشن اللي أنا طرحتها، كيف نتخلص من الدولة الريعية. دي نقاشات زي نقاشات الدين والدولة، فصل الدين عن الدولة، محتاجة مجلس تشريعي، محتاجة public debate. We need to open a public debate about these assumptions. Once we have reached point اتفاق في النقطتين ديل انه احنا ما عاوزين نكون دولة ريعية ابدا، معناه احنا اتخذنا قرار انه احنا اقتصاد متنوع، اقتصاد صناعي by default. دي حاجة نصدق عليها في التشريع عشان تمشي معانا، تكون ملزمة حتى للحكومات الديمقراطية المنتخبة القادمة. فالتشريعي ثم التشريعي ثم التشريعي ثم الاتفاق على النقاط اللي انا ذكرتها، ثم نبتدي بعد كده نضع خطة بتاع التنفيذ ورؤية يتم الترويج لها، حتى إن أنت ممكن تطلب من الشعب بعد كده يستحمل أي consequences، لأنه طبعاً أي عملية بتاع التغيير زي ما نحن لما غيرنا النظام كان في موت ودم وخسائر، أي عملية بتاع التغيير yes فيها burden، لكن البيردن ده ما حيدفع طرف ويزغ منه طرف آخر. الاقتصاد الريعي الموجود ده حيخلي طرف واحد يدفع الثمن اللي هو الشعب السوداني، بقية الأطراف اللي بسميها أنا دولة المصالح المتجذرة لم تتضرر. يعني رفع الدعم ده ما حيضر العساكر، ما بيضر الأسر السرية، ما بيضر رجال الأعمال، ما بيضر إلى حد كبير حتى السياسيين الكبار. أكثر ناس حيتضرروا منه هم الشعب السوداني، الناس العاديين. ف if you want their consensus، يعني لو داير اتفاقهم معاك على إنه هم يستحملوا، لازم تديهم جزء من الكيكة. عشان تديهم جزء من الكيكة لازم تزيد الطبقة المتوسطة، وعشان تزيد الطبقة المتوسطة لازم تمرق من عباءة الاقتصاد بتاع السلع الواحدة نحو الاقتصاد بتاع كل السلع، بالإضافة إلى الانوفيشن. يعني يجي شاب صغير كده من غرب الفاشل يعمل له آب، والآب ده يبيعه بملايين الدولارات ويصبح بين يوم وليلة مليونير، هو كان قبل كده لا شيء. ده الاقتصاد اللي احنا بنتطلع له، الذي يعطي فرصة متكافئة للجميع، الذي لا يشترط موقعك من السلم الاجتماعي على حجم الفرص اللي بتتاح لك في الاقتصاد. أنا ده بعتقد يعني، وشكرا. ممتاز 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 جدا. والمسألة بتاع التخطيط الاقتصادي، نذكر إنه عندنا بروفيسور الصادق موسى بعد سلسلة الورش دامت تقريبا شهر في الباحثين السودانيين، اقترح إنه يكون في ورش بتاع التخطيط الاقتصادي، وفيها عدد كبير جدا من الاقتصاديين، سبنا وحسام ونعمة وعدد كبير جدا منهم، كلهم حيساهموا في ورش بتاع التخطيط الاقتصادي، ليس بهدف إنقاذ الراهن وإنما التخطيط للمستقبل، وعشان بلدنا يا أخواننا يأخذ موقعه الطبيعي. شوفوا الكفاءات، كل الناس المتابعين في
في زوم هنا وفي الفيسبوك وغيره، الباحثين السودانيين، شوفوا الكفاءات السودانية يا أخواننا، موجودين في كل حتة، لكن لابد من إعادة هيكلة وإشراك للجميع، كل زول يكون عنده موقع في الطاولة. بهذا القدر نكتفي نحن في الحلقة دي. في حلقة جاية هنتكلم فيها عن فلسفة الاقتصاد، ودي حتة مهمة جدا بتذكرها دكتور سبنا في أكثر من وجه، أكيد دايرين نفهم ما هي فلسفة الاقتصاد اللي ما بيقروها للناس في الجامعات في السودان. دكتور سبنا والله سعيدين جدا بيكي، شكرا. نشكر دكتور نعمة على إعداد المحاور للحلقة دي، ونشكر دكتور حسام اللي هو فقدنا الاتصال به حاليا، على أن نلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله.